يلا هسه نعم بدا التسجيل. تفضلي دكتورة محجوبة اليوم الثاني ان شاء الله. الان هل دخل كل المشاركين؟ يعني تعرفين راح يدخلون، تريدون ننتظر؟ بس انا بدا التسجيل. نعم احنا موعدنا الساعة 4، بس يجوز الاشكال اللي قال عليه استاذ علي الدفاعي maybe. مرحبا دكتور عصام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سالم كيفك؟ الحمد لله حبيبنا، الله يسلمك. يلا منور، اليوم عندك مداخله 10 دقائق ان شاء الله. اهلا سي السحر الاصيل. ها دخلي تخلون العد. صحيح صحيح، دكتور سالم من جامعه بغداد، السحر الأصيل من فيينا. إيه خلي يدخلون، خلي يدخلون لحد. بس أنا أعتقد أستاذ علي عندك عدد هواية، دكتورة محجوبة عندكم أعداد هواية. خل نبدي، واللي يدخل يعني بدون سلام أنا دخل عادي. نبدي؟ فعلى على بركة الله، اليوم الثاني من الندوة الدولية لي جودة الإعلام العربي في بلاد المجر. تفضلي دكتورة محجوبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله سبحانه وتعالى على تواتر نعمائه الزاهرة الظاهرة وترادف آلائه المتوافرة المتظاهرة، ثم الصلاة على نبيه محمد المبعوث من أشرف الأنام وعلى آله وأصحابه الأخيار الأبرار. وبعد، في بداية كلمتي أشكر جزيل الشكر والعرفان الدكتور عصام البدري رئيس المنظمة الأوروبية العربية للتبادل الثقافي البلجيكية ورئيس شبكة سفراء الجودة والتميز لبريطانيا على دعوته الكريمة لترأس هذه الجلسة، والشكر موصول أيضا لكل من أسهم من بعيد أو قريب في إنجاح هذه الندوة المعنونة بجودة الإعلام العربي في بلاد المهجر. لا شك أن أخلاقيات مهنة الأخلاقيات المهنة الإعلامية أصبحت مطلبا ملحا أساسا لدى العديد من التنظيمات والحكومات وحتى الشعوب وحتى في بلاد المهجر مثلا. نظرا للدور الذي لعبه الإعلام على الصعيدين الإقليمي والدولي حتى المحلي خاصة النزاعات، وهو دور أقل ما يذكر عنه أن له سلبيات وإيجابيات على حد سواء، وفي كثير من الأحيان يكون تأثيره السلبي أكثر من إيجابياته ومنافعه. هذا ما دفع العديد من التنظيمات المهنية والجمعيات إلى محاولة وضع إطار أخلاقي في مهنة الصحافة. نعم، هل هناك شيء؟ لا تفضلي تفضلي. هناك من يتكلم، المرجو إغلاق المايك من فضلكم حين الدخول، أغلقوا المايك شكرا. أقول هذا ما دفع العديد من التنظيمات المهنية والجمعيات إلى محاولة وضع إطار أخلاقي لمهنة الصحافة قصد تجنب الشعوب والأمم السلبيات الممارسة الإعلامية، وهذا ما سنتطرق إليه في هذه الجلسة العلمية الموسومة أخلاقيات الممارسة الإعلامية في بلاد المهجر بين الالتزام والانجراف وعدم المصداقية. فهناك العديد من الممارسات الإعلامية في بلاد المهجر تخرج في كثير من الأحيان عن الوظيفة الأساسية للعمل الإعلامي، الأمر الذي يؤدي إلى حصول خلل واضح في بنية العملية الإعلامية بأسرها. ولا شك أن مثل هذا الأمر لا يخفى على أحد، سواء كان متخصصاً في الإعلام أم من الجمهور العادي. وأخلاقيات الإعلام تعتبر من الأساسيات للعمل الصحفي والإعلامي، لأنها تضبط توحش وتوغل الوحش الإعلامي
وذلك بذلك فهي التي تهدب العملية الإعلامية وتحقق أهداف الإعلام في خدمة الصالح العام. ستحدثنا المستشارة الدكتورة بهية المارديني من المملكة المتحدة في هذا الصدد في 10 دقائق لتسحفنا بمداخلتها على أن لا تتجاوز الوقت المحدد لها. مشكورة، فلتتفضل فلها المايك. بس أعتقد دكتورة محجوبة، دكتورة بهية ما موجودة حاليا. إذن الدكتورة بهية ما موجودة، إذن سننتقل بعد ذلك إلى الدكتورة منال سري من إيطاليا لتقول لنا، لتعطينا مداخلتها الماتعة إن شاء الله، فلتتفضل مشكورة في 10 دقائق ونرجو الالتزام بالوقت المحدد. أعتقد منال سري ما موجودة. دكتورة منال، ما أعتقد. إذن ما العمل؟ أستاذ عبد المنعم، لأن هو عنده التزام وهو جاهز. فليتفضل الدكتور الفاضل عبد المنعم السيسي ليعطينا مداخلة في الموضوع، مشكورا على أن يتجاوز 10 دقائق من وقته وليلتزم بالوقت، جزاه الله خيرا. دكتور عبد المنعم لك المايك. دكتور عبد المنعم السيسي بس شغل المايكروفون، افتح المايك من فضلك. المايك من فضلك. تسمعني؟ كده اوكي. تفضل. السلام عليكم جميعا، واهلا وسهلا بحضراتكم جميعا، واهلا بالسادة الحضور والسيدات الافاضل. نتحدث اليوم عن الاعلام العربي والتأثر والتأثير الذي يحدث في بلاد المهجر. اذا تحدثنا عن الاعلام بشكل عام، فالاعلام هو لغة الاخبار، لغة التفسير، ان انت بتعلم للاخرين بشيء ما. إذا تحدثنا عن الإعلام العربي بشكل عام والإعلام الغربي على وجه الخصوص، هنجد أن هناك نظرية تسمى نظرية التدفق الإعلامي. هذه النظرية بتدرس في المنهج. كبير جداً. فنجد ان الاعلام الغربي عندما يتناول اي قضيه من القضايا، عندك باوربوينت اشغل لك؟ لا لا لا، مش عايز باوربوينت. لا يا لا، انا بتكلم الذاكره دكتور عصام. يا اوكي. نظريه الاعلام او نظريه التدفق الاعلامي، وهي احدى نظريات الاعلام الدولي، ونحن نلاحظها بشكل كبير دون أن ننتبه لها ودون أن يكون هناك تركيز فعلي عليها. ما هي نظرية التدفق الإعلامي؟ نظرية التدفق الإعلامي بشكل مختصر جدا، إن دول الغرب عندما تتناول أي قضية من القضايا العربية تركز على 70% من السلبيات، وتركز فقط على 30% أو 20% إيجابيات و 80% سلبيات. ولذلك عندما تحدث أي عملية انفجار أو أي مشكلة في الوطن العربي، تتصارع وكالات الأنباء لنقلها بشكل كبير جداً، ويحدث نوع من التأثر والتأثير العربي من داخل الوطن العربي على الدول العربية، ولكن للأسف بيكون هناك تأثير سلبي. وعندما يتحدث أي إنجازات، على سبيل المثال لما حصل الانفجارات بتاعة العراق من يومين، صارعت وكالات الأنباء لنشر أخبار هذه الانفجارات
وأصبح في نوع من المتابعة لعدد القتلى، لعدد المصابين، ازداد عدد القتلى، ارتفع عدد المصابين، عدد الجرحى، وقعدوا يحللوا ويتكلموا بشكل كبير جدا عن هذه الانفجارات. في حين إن الرئيس السيسي لما فتح مشروع أمس، وهو يعتبر أكبر مشروع ثروة سمكية في الشرق الأوسط، لم تتناوله وكالات الإعلام بالشكل الذي تناولت به انفجارات العراق قبل أمس. إذن المقصود هنا إن وكالات الأنباء العالمية عندما تتناول 80% من السلبيات الانفجار اللي حصل في العراق أول امبارح وهز وسط بغداد، ده يعتبر من السلبيات. والموقف اللي حصل أمس، الافتتاح اللي عمله الرئيس السيسي، بيعتبر من الإيجابيات، ولكن لم يتم تناوله بالقدر الذي تم تناول به الانفجارات. لو رجعنا لنظرية التدفق والتأثر الإعلامي العربي لدى الغرب والغرب لدى العربي، هنجد إن للأسف الشديد إن بيتم صناعة الخبر عندنا في الوطن العربي، صناعة الخبر عندما يحدث أي مشكلة تحدث في الوطن العربي، ويتم تجهيز الخبر في دول الغرب، ثم يعاد تصديره مرة تانية إلى الدول العربية من وجهة النظر الغربية. عندما نتناول على سبيل المثال الانفجارات التي حدثت في العراق أول أمس، أوكي، تداول الأخبار لم يتم التداول من خلال وكالة الإعلام أو وكالة الأنباء العراقية بشكل مكثف، ولكن كانت السي إن إن، رويترز الفرنسية، الألمانية، شنخوا، كل وكالات الأنباء الغربية أو الأوروبية أو الغير عربية، فيتم التعامل مع هذه الأخبار من وجهة نظر غربية ويعاد تصديرها مرة أخرى إلى الدول العربية لكي يتم التعامل بها من وجهة نظر أوروبية أو غربية. وهذا في حد ذاته بيعتبر خلل في منظومة الإعلام العربي. مشكلة عندنا في الوطن العربي عندما تحدث أي وقعة، مثلا لما حدث انفجار العراق قالوا انفجار وسط بغداد، وصفوه بوسط بغداد. لما تحدث مشكلة في القاهرة يقولوا حريق القاهرة. لما تحدث مشكلة في أي دولة من الدول، ولتكن أي دولة عشان ما نقولش أي دولة، دولة سين مثلا العربية، بيقولوا انفجار سين، انفجار صاد. في حين لما بيحصل أي وقعة أو تحدث أي مشكلة في الوطن في الدول الغربية، لا يوصفوه بالمكان حتى لا يؤثر سلبيا على المنطقة، أو لا يؤثر سلبيا على المكان. على سبيل المثال لما حصل الهجوم بتاع 11 سبتمبر، هو الهجوم ده حصل فين؟ حصل في برجي التجارة، مظبوط؟ ما قالوش انفجار برج التجارة العالمي، وإنما قالوا إيه؟ انفجار 11 سبتمبر. بيوصفوه بتاريخ ولا يوصفوه بمكان، حتى يبتعدوا ابتعاد كبير جدا عن الصورة السلبية التي يمكن أن تلقى أو تعبر عن المكان، ولذلك بيوصفوه بالتاريخ. لما حصلت المظاهرات في باريس، اوكي، قبل عام او عام ونص، اوكي، ما قالوش مظاهرات باريس، يقولوا ايه؟ مظاهرات السترات الصفراء. طب لماذا لا تقولوا مظاهرات باريس؟ لماذا لا تقولوا، لم تقولوا مظاهرات فرنسا؟ لماذا لم تقولوا مثلا اي واقعة من المواقع اللي حصلت؟ اوكي، فاذا الاعلام الغربي بيتعمد تعمد كبير جدا ان هو ياخد الخبر المصنوع في الدول العربية
ليوصفوا بالمكان، في حين ان الواقعة لما بتحدث في اي دولة غربية بيوصفوه بالتاريخ، وهذا في حد ذاته ظلم للإعلام العربي اللي بيقوم به الإعلام الغربي. نظرية التدفق هي أساساً اختلال في موازين القوى الإعلامية، واللي بيتحكم في هذا الاختلال القوى الغربية. وعندنا مثلاً على سبيل المثال لو جينا نتكلم عن وكالة الأنباء الفرنسية، وكالة الأنباء الفرنسية لها توجه معين قد يشعر به المحترف إعلامياً، أوكي، ويقوم بالإدارة على وكالة الأنباء الفرنسية. خلينا نتكلم بصراحة، فئة من الإعلاميين الذين ينتمون للوبي الصهيوني، ولذلك لما بيجي يطلق على خلينا أقول المسمى وتصليحه، لما يجي يطلق على الشهيد الفلسطيني ما يقولش عليه شهيد، يقول قتيل، في حين ان هم لما يجي يتكلموا عن الاسرائيلي اللي اتقتل ما يقولش قتيل، يقول ضحية. اذا هنا في لعبة بالالفاظ لا يشعر بها الا اذا كان متخصص في الاعلام. ولذلك في بعض وكالات الانباء او بعض المواقع الالكترونية او بعض المواقع الاخبارية تقع في المصيدة لما يجي يتناول قضية تتعلق مثلا بالقضية الفلسطينية ويتحدث عن شهيد يقول قتيل، كما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية مثلا، في حين لما يتحدث عن الإسرائيلي اللي اتقتل ما يقولش قتيل وإنما يقول ضحية. فمن هنا بتقع فيها. امبارح قلت جملة إن أخطر ما يمكن أن يكون على الإعلام ليس هو الإعلام الغربي أو الإعلام الآخر أو الإعلام الموجه، أو أخطر ما يمكن أن يواجه الإعلام بشكل عام هم مدعي الإعلام. ومدعي الإعلام عندما يتناول قضية إعلامية بأي شكل من الأشكال، أوكي، لا يخدم القضية بل بالعكس يضر القضية بشكل كبير جدا، ولذلك بتكون العواقب عليه وخيمة جدا، لأنه لا يملك موهبة التعامل مع الأخبار ولا يملك موهبة التعامل مع القضايا. كذلك لما نيجي نتكلم عن القضايا العربية لابد أن تكون هناك أناس عندهم القدرة على الدفاع عن هذه القضية. طيب لماذا الإعلام الغربي لا يتطرق إلى النماذج العربية المشرفة التي حصلت على مراكز أو التي حصلت على براءات اختراع أو التي حصلت على جوائز، وإنما يركز فقط على الأوروبيين؟ هنا يرجع للتدفق الاختلال اللي احنا اتكلمنا عنه. موضوع الاختلال والتدفق الإخباري والاختلال الإعلامي ده موضوع كبير جدا جدا، وده علم لوحد يعني علم كبير. انا مش عايز اطول اكتر من كده، انا يبدو ان انا اخدت 9 دقايق، فمش عايز ان انا استرسل، لان الكلام عن مدعي الاعلام والكلام عن الاختلال الاعلامي والكلام عن التدفق الاخباري ومن هنا وهنا الكلام هياخدنا الى مجال كبير جدا. عجبني امبارح قوي الحديث عن الصورة الذهنية. من الذي يطبع الصورة الذهنية في ذهن الإعلام الغربي عن المجتمع العربي؟ ما هو اللي بيطبع الصورة الذهنية الصحيحة هو المراسل أو هو الصحفي الذي يعمل في مكان الحدث. فإذا كان الصحفي في مكان الحدث بيساعد الإعلام الغربي على توصيل الصورة الذهنية بالشكل السلبي، فإذا هنا بيجي دور الاحتراف، بيجي دور السلبي لمدعي الإعلام. فإذا كان هو مدعي الإعلام وبينقل هذه الصورة بالشكل السلبي كما ترتضيه القنوات الفضائية أو كما ترتضيه وكالات الأنباء العالمية، فإذا هنا تكون المصيبة، والمصيبة أكبر. تحياتي لكم جميعا وتحية كل الموجودين، وأشكركم جميعا.
بدورنا نشكرك الدكتور عبد المنعم السيسي على تفضلك بالكلام عن نظرية التدفق الإعلامي، وهي أحد النظريات التي الآن أصبح الكلام عنها كثير في الإعلام الغربي خصوصا، وهناك من يدحض هذه النظرية ويدعي أنها تعمل على الجانب الدعائي أكثر وتجر العواطف أكثر، ولكن هذه كلام، هناك ضد من هو ضد هذه النظرية وهناك من هو مع هذه النظرية. نشكرك على التفضل في الكلام على هذه النظرية. الآن سننتقل بالنقاش ونزيد الموضوع إطراء من خلال مداخلة الدكتورة منال سري من إيطاليا، فلتتفضل مشكورة في 10 دقائق ونرجو التزام بالوقت. فلتتفضل دكتورة منال سري من إيطاليا. السلام عليكم جميعا، شكرا للجميع بوجودي معاكم. طبعا أنا مش هطول لأن أنا أخدت وقت عبال ما أخش للزوم. لا شك أن الإعلام أصبح الأكسجين الذي يضاف إلى بقية مكونات التواجد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي للأمم والمجتمعات، وهو بالتالي الجسر القوي الذي يربط بين المواطن والسياسي وبين القرار والإنجاز وبين الرأي والتنفيذ وبين الفكرة والحقيقة. الأخلاقيات المهنية الإعلامية هي عبارة عن قواعد موضوعة تعبر عن السلوك المهني المطلوب من القائمين بوسائل الاتصال الجماهيرية، وتظل هذه الأخلاقيات عديمة الفائدة ما لم تترجم إلى واقع علمي ملموس في العالم أجمع، سواء في العالم الغربي أو العالم العربي. خلال الممارسة المهنية للصحفيين والإعلاميين، مثل إجراء المقابلات الصحفية أو تغطية المندوبين للمؤتمرات الصحفية وإعداد الرسائل الإخبارية لبثها عبر الشبكة، وربما تكون بث مباشر كما نرى الجميع الآن لايف 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 في جميع التواصل الاجتماعي، فلابد على الإعلاميين أن يلتزموا في سلوكهم تجاه أنفسهم وتجاه الآخرين وتجاه جماهيرهم بمبادئ وقيم أساسية. فالالتزام بهذه المبادئ والقيم الأساسية نوع من الواجبات الشخصية لابد أن يلتزموا بها، أي أنه التزام شخصي يقع على عاتق كل واحد منهم، من الإعلاميين، من الصحفيين وما إلى ذلك، بصفة شخصية ليكون سلوكاً سليماً وأخلاقياً. إن أخلاقيات الممارسة المهنية تأتي عن طريق حق التعبير والكلام والنشر أيضاً والطباعة الفورية للأخبار أو ظهورها على شبكات التواصل الاجتماعي، وتصبح عديمة الجدوى بدون حق الحصول على المعلومات الحقيقية من منبع الأصل. فأنا في رأيي الشخصي، مع احترامي للجميع، أعتقد أن هناك نقصاً في التدريب على أخلاقيات المهنة الإعلامية بشكل عام، خاصة لدى الإعلام الجديد والمواقع الإلكترونية الحديثة في وقتنا هذا، رغم وجود ميثاق للشرف الصحفي صادر من نقابة الصحفيين. فنجد هناك فجوة عميقة بين تدريس أخلاقيات الإعلام والممارسة على أرض الواقع. فنلاحظ في الغرب، وهذا نلمسه جميعا، إن وسائل الإعلام شنت حرب الإسلام على الإسلام والمسلمين في الخارج، تسببت في ظهور صورة ذهنية غير منصفة ومتحيزة هدفت إلى تشييد ثقافة عالمية تعادي الإسلام والمسلمين، وهذا ما نلاحظه في جميع دول أوروبا عامة. ومن واقع الجاليات العربية في الخارج نجد ظهور أخبار ويوتيوب تشوه من شخصيات مرموقة لسبب ما،
لعله يكون بسبب الغيرة أو أسباب أخرى لا يعلمها أحد على المستوى الثقافي والسياسي إلى آخره. وهذا رأي من تجارب حية صادفتها في الخارج وخصوصا في إيطاليا. وشكرا، شكرا للجميع. بدورنا نشكرك دكتورة منال على أول التزامك بالوقت، بل بالعكس كان الوقت أقل من 10 دقائق، وهذا في وقت وجيز أوجزتي وأحسنتي وأجدتي، شكرا جزيلا لك. عفوا بارك الله فيك. كذلك أقول أن هذا كذلك يساعد على زيادة الاهتمام في الآونة الأخيرة بما يعرف بالقيم الأخلاقية في المؤسسات الإعلامية، لذلك ظهرت الحاجة الملحة من أجل العمل على تنزيه مهنة الإعلام وفقا لما تنص عليه مختلف التشريعات والقوانين الخاصة بالمجال الإعلامي سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وتدعو إليه مختلف التنظيمات الناشطة في هذا المجال بغيت تتجنب الوقوع في كل ما يؤدي بهذه المهنة إلى التضليل وانتشار الفساد فيها، وهذا راجع للقائمين بالاتصال نتيجة جهلهم لهذه القوانين أو الاعتبارات الأخرى راجعة للتخصص. من هذا المنطلق ندعو الإعلامي المتخصص أكرم التميمي من العراق ليدلو بدلوه في هذا الموضوع ويعطي وجه نظره، هل استطاع المهاجرون العرب في البلدان التي هاجروا إليها أن يفرضوا إعلامهم أم بقوا تابعين لإعلام البلد المضيف؟ فليتفضل مشكورا مأجورا. الأكرم تميمي لك المايك. سيداتي سادتي مرحبا بكم جميعا، الشكر الجزيل للدكتور عصام اللي جمع هذه النخبة الطيبة بمناقشة أهم موضوع في الحياة العامة اللي هو موضوع الإعلام. بشكل عام موضوع الإعلام هو موضوع خطير لأنه سلاح ذو حدين، هذا جانب مهم، والشكر موصول لجميع السادة الذين ساهموا بإنجاح هذه الندوة الرائعة جدا ابتداء من يوم أمس إلى هذا اليوم. أحب أشير إلى بداية مع التزامي بالوقت على 10 دقائق إن شاء الله، أحب أشير إلى أنه كل اللي نذكر من يوم أمس إلى اليوم بعض النقاط المهمة اللي لابد أن نشير لها، أنه الإعلام هو حالة مطلقة وليس نسبية، والحالة المطلقة تناقش من عدة جوانب وليس من جانب واحد. النقطة المهمة اللي لابد أن أشير لها حتى نركز على موضوع الإعلام في المهجر، أنه الإعلام بصورة عامة يعتمد على موضوع البيئة الإعلامية. البيئة الإعلامية تتعلق بالواقع الخاص بالبلد نفسه، فلذلك الإعلام في المهجر من بلد إلى آخر يختلف حسب المنظومة الإعلامية اللي موجودة وحسب المؤسسة اللي تعني برسالتها الخاصة. طبعا لكل مؤسسة لها رسالة خاصة تهتم بهذا الجانب، وهذا يعتمد على مهنية الكادر اللي موجود بالمؤسسة الإعلامية مثل ما أشار لها زميلي الأستاذ عبد المنعم. هذا جانب مهم. المقصود بموضوع البيئة الإعلامية بشكل عام، لابد أن تجد كادر مختص يقتنص الخبر أو يقتنص المادة ليعكسها بشكل صحيح بصياغة مهنية وصياغة إعلامية وصياغة حرفية حتى تكون مادة توصل بسهولة وبسلاسة للمتلقي. هذا جانب مهم. جانب آخر اللي هو موضوع الطاقة والقدرة على توصيل الخبر أو توصيل المادة للمتلقي، هذا يعتمد على مهنية وحرفية الشخص الكادر اللي هو يعمل ضمن المؤسسة. كذلك قوة تأثير الصياغة، يعني الصورة المرئية لها تأثير، الكلمة لها تأثير، نوع الخبر كيف يصيغه صياغة بحيث الذهب هو ذهب ينصاغ قلادة وينصاغ أسوار وينصاغ محبس وينصاغ، يعني الصياغة تعتمد على التفنن بصياغة الخبر وصياغة المقال. طبعا بشكل عام ما يعتمد فقط الإعلام على الخبر بالذات،
يعني هناك صورة إعلامية، صورة لفنان رسام مثل ما ذكر دكتور زهير البارحة، أتذكر ذكر أنه الكاتب هو مختص بالجانب الإعلامي والفنان مختص بالجانب الإعلامي يعني الصحفي، وهذا بشكل عام النخبة الثقافية كلها بأي طريقة من الطرق اللي يقدر يوصل رسالته بالجانب الإعلامي. يعني هنا الفنان التشكيلي ممكن يوصلها بلوحة فنية، المسرح الفنان المسرحي يقدر يوصلها عن طريق المسرح، أو الفنان السينمائي يقدر يوصلها عن طريق الفيلم السينمائي. والإعلام هو ليس موضوع فقط الخبر وطريقة الخبر، الإعلام هو موضوع مهم جدا. يعني تركيا، أذكر في الموضوع، تركيا نجحت بالسياحة من خلال مسلسل انعرض بالتلفزيون لكذا حلقة، وهذا المسلسل انعرف من خلال جمالية تركيا، وبدت السياحة السواحي يزورون تركيا من 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 وجهة نظر انه هذا الفيلم السينمائي او المسلسل السينمائي التلفزيوني له تأثير كان على السياحة. فالرسالة الإعلامية هي ليس فقط خبر، وإنما ممكن يكون مسلسل، وممكن يكون لوحة فنية، وممكن يكون مسرحية، وممكن يكون فيلم سينمائي. ما أحب أطيل عليكم، أنا طبعاً اليوم طرقت موضوع جديد هو بهذا الجانب الإعلامي، حتى لا يكون الإعلام فقط هو مادة خبرية. الصورة العامة للإعلام في المهجر تعتمد اعتماد كلي على الإعلام المهني اللي موجود بالداخل حتى يعكس الخبر. هذا اللي خاص بالبلد اللي هو بي الحدث، مثل ما ذكر الزميل الأستاذ عبد المنعم موضوع الحدث الانفجار أو غيره، يعتمد على مهارة الكادر الإعلامي اللي موجود في البلد نفسه، وبنفس الوقت الغرابة في الخبر. الغرابة في الخبر يعني هو ما الأخبار العامة ما تنقل، يعني ذلك يقول ليش ما نقلوا الخبر الفلاني، هذا ما بيفد غرابة. يعني امرأة من تولد حدث طبيعي، لكنها من تولد 4 توائم أو 5 توائم حالة غريبة لابد أن تذكر في خبر. لذلك المادة الإعلامية الناجحة تعتمد على غرابة الخبر. شكرا جزيلا لكم، شكرا دكتورة محجوبة، وشكرا للجميع، إن شاء الله كفيت ووفيت. بدورنا نشكرك جزيل الشكر الإعلامي، كان معناكم الإعلامي أكرم تميمي، وقد أدلى بدلوه في موضوع مهم جدا، وهي أخلاقيات مهنة الإعلام. وهذه الأخلاقيات رغم اختلافنا فيجب أن نضع لها مواثيق أخلاقية، وقد وضعوا لها أهداف محددة. أولا حماية الجمهور من أي استخدام غير مسؤول للاتصال أو ضد الأغراض الاجتماعية أو الدينية أو استخدامه للدعاية، كما يوجد تصنيف آخر لأهداف أخلاقيات من الإعلامية الممثلة في تعميق فهم الإعلامي للوظائف الأخلاقية وأهداف الصحافة. ثانيا تحسين المنطق الأخلاقي للصحفيين، مثلا السلوك الأخلاقي وعمل اتخاذ القرار أو الترويج للسلوك الأخلاقي وعمل اتخاذ القرار في المؤسسات الإعلامية، تشجيع إجراء حوار عام بشأن أخلاقية مهنة الإعلام. فبدون أخلاق لا يوجد إعلام ولا يوجد شيء، لأن الأخلاق هو أساس كل شيء. لذلك سننتقل من هذه الجلسة العلمية الأولى إلى الجلسة العلمية الثانية، لأدعو المستشار علي الدفاعي ليترأس الجلسة الثانية، فليتفضل مشكورا مأجورا. وأستسمح لسيادتكم على عدم حضور الزميلة الدكتورة هبة نظرا لظروف خاصة، فاعتذروها، وشكرا لكم. إلى اللقاء إن شاء الله بإذن الله بعد أن إذا كانت هناك مناقشة فسأفتح باب المناقشة، إذا كان هناك سؤال قبل أن ننتقل إلى الزميل علي الدفاعي المستشار علي الدفاعي، إذا كان هناك مناقشة أو سؤال أو شيء فالباب مفتوح لكم تناقشون الإخلاقيات مهنة الإعلام. إذا كان هناك سؤال فلترفعوا يدكم على المنصة. إذن أرى أن لا أحد رفع يده. نعم تفضل الدكتور يكتب إياد، أليس كذلك دكتور إياد؟ هو يكتب أم عربية واحدة، فلتتفضل. مشكورا ولنجعل أم عربية هي نعم سنقل الوهمية
وسيد البدلوي الدكتور إياد مشكورا مأجورا. السلام عليكم جميعا وعلى الحضور وعلى الأخوات والأخوة الإعلاميين والسادة الحضور. هنالك تعليق بسيط حول ما ذكر من الأستاذ عبد المنعم السيسي، ذكر أنه الخبر كيف يحول من حالة إلى حالة. أرى أنه هذا الإعلام مهمة الإعلامي في البلد نفسه وكيف يتحرك باتجاه القنوات الأخرى، أي المراسل الإعلامي في البلد سين كان يكون في العراق كيف يصيغ الخبر ويحوله إلى الوكالات، لأنه هو يكون أول الحالة، أول إنسان يرى الحالة أقرب إلها باعتباره هو ابن البلد. ولكن هنالك أمور أخرى يعلم بها الجميع، أنه بعض المراسلين أو وكالات الأنباء الموجودة حالياً في العراق ومعظمها أنها مؤدلجة باتجاه معين، ولذلك باتت المصداقية عند وكالات الأخبار العالمية ضعيفة اتجاه ما ينشر من خبر داخل العراق. ولذلك أرى أن يكون المراسل متجرد ونحو متجرد وداخل الوطنية لكي ينقل الخبر بصحته ورمته، وهذا ما عندي، وأشكركم جزيل الشكر. وهنالك نقطة ذكرها الدكتور السيسي أيضا، قال 11 سبتمبر، نحن أيضا في العراق هنالك المتظاهرون إخواننا الشباب الذي انتفضوا في تشرين عام 2019، سميت انتفاضتهم والجميع يعلم انتفاضة تشرين، وأيضا هنالك سميت بالأيام الثلاثاء الدامي والأربعاء الدامي، ومرورا كيف ينقل الخبر، رجوعا إلى موضوع الأول، كيف ينقل الخبر المراسل. وشكرا جزيلا، آسف في الإطالة. لا بالعكس، لم يكن هناك إزعاج بالمداخلة في وقتها وفي محلها، شكرا لك أيضا. الآن سأدعو معكم وستكون معنا لتتحفنا بمداخلتها الدكتورة تغريد الحجلي، فلتتفضل مشكورة مأجورة على ألا تتجاوز 10 دقائق. لك المايك دكتورة تغريد. مساء الخير، شكرا كثير للقائمين على هذه الندوة المهمة. بصراحة ندوة الإعلام هو السلاح اللي تتعامل فيه الدول واللي تنتصر فيه أو تنكسر فيه. للأسف نحن إعلامنا العربي إعلام مقصر كثير بحقنا كعرب بالداخل الوطن العربي أو خارج الوطن العربي. أنا كتبت ملاحظة، أنا آسفة، كان بودي أني أعمل مداخلة بس لأسباب صحية، كورونا زايرنا في البيت، ما قدرت أقدم مداخلة تكون مدروسة بشكل جيد. ولكن حطيت بعض، الله يخليك سلمكم، حطيت ملاحظة دكتورة تغريد، خليك حطيت انه الاعلام للاسف الاعلام العربي الحكومي، ان كانت مؤسسات الحكومية او المؤسسات الخاصة كلها مؤسسات تابعة، ما عندنا حرية اعلام. اولا اعلامنا يفتقر لمؤسسات اعلامية ومراكز بحثية متخصصة بتحليل مضمون الاعلام الموجه. كانت قبل سابقا في كانت مراكز بحثية للاعلام بشكل خاص تدرس مضامين الإعلام، مثلا الإعلام الموجه من إسرائيل للدول العربية أو من إيران أو من بعض الدول، ويصير فيه مثلا مثل مراصد إعلامية متخصصة. حاليا نحن نفتقر إلها، ما بعرف هو مو زمن كورونا ولكن زمن التصارعات من عام 2011 الأمور كلها بالدول العربية كلها يعني في حالة مخاض مع الأسف، والإعلام لعب دور كبير، بدور سيء يعني، كان مع كل الأسف نقول إنه إعلامنا العربي إعلام سيء. الدكتور السيسي حكى كلمة كثير رائعة، إنه بأمريكا بيقولوا 11 سبتمبر، بفرنسا بيعطوها بالصفة، أما نحن ثوراتنا كانت تعطى بمصطلحات أو بصفات ما كانت بالمستوى المطلوب بصراحة، وكان يحط من قيمة المتظاهرين وقيمة الثوار وقيمة هذه الثورات ومطالبها. الشغل الثاني أنه نحن بمؤسساتنا الإعلامية ما عندنا مراكز تدريب مهنية، يعني نحن نفتقر إلى المهنية الإعلامية، كان على مستوى الأخبار أو مراسلين الصحفيين أو على مستوى حتى إعداد البرامج، حتى تقديم البرامج
ومع الأسف نفتقر في كثير من المؤسسات الإعلامية إلى الكوادر المتخصصة بمجال عملها. يعني المؤسسات الإعلامية مثل ما نقول نحن يعني هي صديقي وهي صاحبي وهي ابن عمي وهي كذا، يعني صارت أمور هي معرفي يعني معارف، ولو أنه الإعلام هو ما هو يعني مو شرط الإنسان يكون ماخذ شهادة إعلام. الإعلام في بعض في كثير من الأحيان بيكون إلى جانب الشهادة الإعلامية الأكاديمية كمان الإعلام بيكون ك يعني هواي، والهواي هاي بتكون هواي مدروسي. فنحن نفتقر لكل هالأشياء هذه، يعني هاي حسب تصوري بالإعلام العربي. لجانب شيء مهم كثير إنه نحن حطيت يعني هون عندنا، نحن ما عندنا توحيد مصطلحات الإعلام. يعني كنا نتمنى من المؤسسات الإعلامية العربية لو بالفعل كانت قلبها على بعضها يصدروا كتاب بتوحيد المصطلحات. الدكتور السيسي كمان حكاها، وما بعرف يمكن أحد الأخوة اللي كانوا متداخلين إنه مثلا إسرائيل بتقول الشهداء الضحايا عندها وبتقول عنا قتلى. حتى نحن على مستوى إعلامنا العربي لما كان مثلا في العراق تصير مثلا انفجارات أو في سوريا أو في ليبيا أو في كذا، حتى إعلامنا العربي يقول عنهم القتلى مع كل الأسف. يعني ما كان ينعت الناس اللي استشهدت في سبيل مطالبها أو كرامتها أو كانت شهيدة لحادث إرهابي، ما يقولوا عنه شهيد، كان يقولوا عنه قتيل. حتى إعلامنا العربي جسد هذه المصطلحات. وشكرا كثير، وأنا آسفة على الإطالة. بالعكس، قد أمتعتنا، لم تكن هناك إطالة. شكرا كثير لكم. بالعكس، قد أمتعتنا بمداخلتك الماتعه، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي طهور إن شاء الله بإذن الله تعالى. شكرا كثير، الله يخليك. نعم، تكلمت الدكتورة تغريد على كلام متميز، وهي المبادئ، مبادئ أخلاقيات المهنة الإعلامية، يعني المسؤولية، حرية الإعلام، المصداقية، الاستقلالية، يعني وضع كتاب مصطلحي للغة العربية، إعطاء مثلا كلمة شهيد، لأننا نحن الإسلام عندنا بعض المصطلحات الخاصة، كلمة شهيد، عوض قتيل، عدم الانحياز إلى غير ذلك من الأمور، كذلك الحفاظ على الأدب والأخلاق، عدم التعدي عن حقوق الآخرين، العدل والإنصاف، هذه السمات يجب أن تتوفر في الإعلامي. لنزداد ونتري هذه الجلسة إسراء، وننتقل بكم إلى المستشار محمد العثمان من الكويت، وهو الأمين العام للمنظمة الأوروبية العربية للتبادل الثقافي في دول مجلس التعاون الخليجي، فليتفضل مشكورا مأجورا على أن يتعدى 10 دقائق وله الكلمة لنستمع إلى مداخلته الماتعة النافعة إن شاء الله. شكرا أستاذة على يعني الكلام الطيب، وأشكر سعادة الرئيس الدكتور عصام بدري على هذه الدعوة، على انعقاد هذا يعني نقول المنتدى الإعلامي. والحقيقة احنا في الكويت، انا أعرفكم نفسي عضو اتحاد الصحفيين العرب في دولة الكويت، وعضو جمعية الصحفيين في جمعية الكويت الصحفيين، اخوكم المستشار للمنظمة الأوروبية محمد العثمان وأمين العام. طبعا اليوم انتم تكلمتوا في محور جودة الإعلام، انا ما بي يعني اتكلم ان اقول ان الإعلام هناك في وفي وفي، والكل يعرف ان الإعلام ذو وجهين، وجه ابيض ووجه اسود، ولكن احنا نتفائل من اخواننا زملائنا الصحفيين والإعلاميين ان يكونوا على قدر المسؤولية من خلال العمل الإعلامي، ونقل الصورة وجودة يعني المتابع، ونقل النشرة الصحيحة. أما بالنسبة حق المحور اللي تفضل فيه دكتور عصام البدري اللي هو المهاجر، طبعا يختلف كل الاختلاف يعني ما بين الإعلام العادي والمهجر، لأن الله يسلمك الإعلام العادي هو يعني يمشي في نظام معين، وإعلام الآخر الثاني للأسف يكون مغيب. يعني أنا أقول في بعض الإعلاميين للأسف، خاصة إذا كانوا يعني خارج البلد أو خارج كذا، ما يقدر يأخذ حريته ما يكون هو في بلده، يعني يكون يستند في هذا، لأن كل دولة ودولة لها قوانينها ولها يعني اعتقاداتها ولها كذا. أنا أتمنى حقيقة يعني أن يكون هذا المنتدى أن توصل رسالتنا
الإعلاميين في جميع الدول العربية والأوروبية تكون هناك يعني رؤية جديدة وجودة ونقل الصحيح، وخاصة نحن نمر الآن في أزمة هذه جائحة كورونا الذي يعني انتشرت في جميع الدول العالم. حقيقة يعني أنا يعني في هذه المناسبة يعني أحيي جميع أخواني وزملائي من تحدثوا من مستشارين ودكاترة، ويعني وخاصة أخوي وزميلي الإعلام عبد المنعم السيسي، وأيضا جميع الحقيقة من هذا. وأنا يعني استمتعت جدا في سماعي وهذا، وأتمنى إن شاء الله لكم التوفيق والنجاح، أخوكم المستشار من دولة الكويت محمد العثمان. شكرا لكم. أعتقد يمكن مشكلة فنية الدكتور محجوبة. أستاذ علي شكرا عيني أستاذ مستشار محمد، ألف شكر. فأستاذ علي علي الدفاعي تفضل. السلام عليكم، أستسمح منكم. سهلا سهلا شكرا لماذا السبب سهل. أولا أشكر دكتور محمد عثمان من الكويت، وكذلك الآن أعطي الكلمة لزميلي المستشار علي الدفاعي فليتفضل من بلجيكا، فليتفضل مشكورا ليقود السفينة وينتهي بالندوة إن شاء الله إلى النجاح، من نجاح إلى نجاح. فليتفضل مشكورا مأجورا على ترأسه للجنة الأخيرة، كما يقال ختامه مسك، فكان مسكنا هو الدكتور علي الدفاعي، فليتفضل مشكورا. شكرا شكرا يا ست. شكرا جزيلا دكتورة محجوبة، ما قصرتي، كانت إدارة للمحور الثالث إدارة رائعة مع الأساتذة المحاضرين والمعقبين جميعاً، يعني كانت تعليقات رائعة، وممكن نقول أنه وفينا. أن توصلني رسالة من الأخ عبد المنعم السيسي يقول عنده مداخلة على المحور السابق، تفضل عبد المنعم السيسي. عبد المنعم السيسي من يمك من يمك سعد عبد المنعم؟ لا انت مسيطر على الامور كلها دكتور عصام، بتقول لي من جنبك تفضل، انت اللي بتفتح وتقفل. يلا توكل والله توكل والله تفضل. طيب انا كان في جزئيه صغيره جدا وهو سؤال قد يكون سؤال محير، هل في حريه اعلاميه او ما فيش حريه اعلاميه؟ السؤال ده سؤال في المطلق، هل فعلا في حريه اعلاميه في جميع دول العالم ولا ما فيش حرية إعلامية؟ وهل إذا كنا احنا بنعاني من الوطن العربي من عدم وجود حرية إعلامية، هل في حرية إعلامية في دول الغرب؟ أنا من وجهة نظري ما فيش حاجة اسمها حرية إعلامية. فكنت سألت هذا السؤال في إحدى الندوات وإحدى المؤتمرات، فقلت رد بسيط جدا، لا توجد هناك ما يسمى بالحرية الإعلامية. فالحرية الإعلامية مش بالمعنى المطلق، والدليل على ذلك احنا لو جينا بحثنا في جميع الصحف العالمية والصحف والمجلات العالمية، اوكي، ولتكن مثلا يعني من يعني اكثر، مش هنقول اكثر يعني اكثر مجلة او فاضحة مثلا الصن والبلاي بوي مثلا على سبيل المثال، هنقول دول عندهم حرية عالمية مطلقة، اوكي عندهم حريه اعلاميه مطلقه. طب تعالى بقى اتكلم عن الفضيله والاخلاق والدين والايمان في هذه المجلات، هل هيرضوا؟ طبعا مش هيرضوا، لانها تتعارض مع افكارهم وتتعارض مع فكرهم وتتعارض مع ثقافتهم. اذا لا توجد هناك اي مصطلح للحريه الاعلاميه. الحريه الاعلاميه ضمن الاخلاقيات والضوابط بتخضع للرقابة الذاتية للصحفي أو المؤسسة التي يعمل فيها الصحفي. أنا بس حبيت أن أنا أدخل لمن يتحدث عن الحرية الإعلامية وأن احنا نفتقد إلى الحرية الإعلامية. لو جيت تتكلم عن الفضيلة، لو جيت تتكلم عن الأخلاق في مثل هذه المجلات لن يسمح، لن يسمح لك. حياتي لكم وآسف على الإطالة. شكرا جزيلا أستاذ عبد المنعم. ما أعتقد أنه بقى أحد عنده سؤال حتى ندخل بالمحور الرابع. أكرر شكري إلى الدكتور عصام رئيس شبكة سفراء الجودة والتميز، ورئيس
رئيس منظمة التبادل الأوروبي العربي في بلجيكا لهذه الجهود الكبيرة اللي تبناها على طوال أكثر من 4 أسابيع لإعداد لهذه الندوة الرائعة. موضوع الإعلام طبعاً بالتأكيد مثل ما تعرفون حضراتكم ما ممكن أنه نغطيه بيومين، يعني كل يوم ساعتين بساعتين 4 ساعات، موضوع كبير وعميق ومتشعب. ما إجا أستاذ جمال الذهبي، إذا ممكن تغلق المايك. نعم نعم لو سمحت. فموضوع الإعلام يعني مو موضوع بسيط أو سهل أو يمس مؤسسة واحدة، موضوع الإعلام بدأ يأثر على أستاذ الآن الصوت واضح؟ نعم. فموضوع الإعلام هو موضوع شائك، ممكن أنه نأخذ تفصيلات بسيطة من خلال محاور 4 اللي تبناها الدكتور عصام منذ يوم أمس. اليوم موضوعنا هو دور الإعلام العربي في التأثير والتأثر وفي مناصرة شعوبها. نقصد بهذا الموضوع خصوصاً في الإعلام العربي في دول المهجر. في هذا المحور نحاول البحث والخوض في تلك المهمة حول دور الإعلام العربي الذي يقع على عاتق أبناء الجالية العربية التي وصلت إلى دول الجوار تحديداً، وبغض النظر عن كيفية وصولهم، إن وصلوا بإرادتهم أو نتيجة لظروف حصلت في الدول. مع الأخذ بعين الاعتبار أنها مهمة، هذه المهمة هي خاصة بالمعنيين، أقصد بالمعنيين اللي هم ذوي الاختصاص الإعلام أو الصحافة مع أصحاب الخبرات، لأنه يعني ليس دائماً نرى أنه أهل الاختصاص معنيين اليوم في ممارسة مهنتهم. قسم من عندهم قبل مثلاً كانوا في دولهم يعمل ضمن وزارة الثقافة براتب بمخصصات، ولكن اليوم هو في بلد المهجر يعمل برغبته وإرادته، مما يعني الدوافع فردية هي اللي تدفع على تغطية الجوانب الإعلامية. فهذه راح تكون مهمة طوعية من داخله، وبالإضافة إلى أصحاب الخبرات. عندنا بعض الناس اللي هم غير مختصين بالإعلام وأبدعوا في الفترات الأخيرة لتغطية الأوضاع اللي تخص دولهم في دول المهجر. أرى أنه دور الإعلام في التأثير والتأثر في مناصرة أبناء الجاليات في بلاد المهجر يكمن في عدة نقاط. لا أريد الدخول في جميع النقاط حتى نفسح المجال إلى الأخوات والأخوة المحاضرين، لكن أهم نقطة اللي تستند عليها أساسيات العمل الإعلامي هي المصداقية والحيادية لكي يكون إعلام غير مسيس، فهذه عليها علامة استفهام، هل يمكن هذا الشيء أو لا؟ من وجهة نظري أنه أرى أن هذه المفردتين تطبق، يعني المصداقية والحيادية تطبق من خلال التثقيف لتدقيق المعلومات وجودتها، من خلال الاعتماد على حقائق واضحة وليس الاعتماد على ما ينشر هنا أو هناك في مواقع التواصل الاجتماعي. طبعاً المهمة تكون صعبة مع عدم وجود قنوات عربية رسمية في دول المهجر. مثل ما تعرفون لا وجود لقنوات عربية رسمية على البث الفضائي، أنا أقصد في دول المهجر، ولكن موجودة بعض المواقع والقنوات الفضائية الشخصية اللي اعتمدها الأشخاص أو المنظمات. وخير مثال، إحنا اليوم نجلس في ضمن موقع شبكة مباشر اللي يديرها الدكتور عصام البدري مع مواقع التواصل في الفيسبوك والإنستغرام. هذا الموقع خلال فترة أقل من شهر قدر يستقطب بحدود 500 إلى 600 ألف مشاهد في فترة بسيطة. هذا أقدر أضيفه أنه لمصداقية الموقع في نشر الأخبار والتواصل المستمر استطاع أن يضيف هذا الكم، يعني هذا كم كبير، نقول خلال 4 أسابيع 500 إلى 600 ألف، هذا يجي بسبب مصداقية الموقع في نقل الأخبار اللي يشتغل. لتكملة أو للبدء في المحور الرابع معنا المستشار سالم الكعبي من الإمارات، يتفضل. مشكور الأستاذ سالم الكعبي.
يتفضل. مرحبا 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 دكتور. مرحبتين مرحبتين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل محاضرتك لك 10 دقائق. الله يعطيكم الله يعطيكم العافيه ومشكورين على جهودكم الطيبه في اداره هذه الندوه او المحاضره من يومين، واحنا صراحه مستفيدين من الخبرات الموجوده من الاخوه الزملاء في مختلف دول العالم، وممن يسبقونا وممن يعطونا ويثرونا في كثير من التوجهات ويفيدونا بخبراتهم الكبيرة في هذا المجال. حقيقة أنا مداخلتي اليوم بتكلم فيها في جانب الإعلام العربي وتأثيره القوي ودوره الإيجابي، وببتعد عن موضوع الجانب السلبي فيما يحدث في هذه الدولة، لأن توجيه بعض الدول الدكتور لهذه إعلامها لخدمة توجهاتها وتضخيم ما يحدث في بعض الدول، وما حصل يمكن على سبيل المثال بالنسبة للربيع العربي، هذا تسييس. يعني أنا أعتذر عن الخوض في هذا الجانب المظلم من الإعلام، وإنما تطرق للجانب الإيجابي فقط، لدور الإعلام في التسويق والدفاع عن أي توجهات ضد البلد أو ضد بلده، ولا يخدم ولا ينقل الصورة الإيجابية لهذه الدولة. الإعلام رسالة كبيرة، والإعلامي جندي. الإعلامي جندي حاله كحال الجندي الفعلي في هذه الدولة أو العسكري. عليها أن يبرز الصورة الجميلة، عليها أن يبرز الصورة الرائعة لهذه الدولة ووحدتها وتعاملها مع الشعب، ويتعامل بشفافية مهنية كبيرة في إبراز الصورة الحقيقية ووضع الحلول للتطوير والإضافة الإيجابية لكل ما من شأنه تطوير وتعزيز مكانة الدولة والارتقاء بما يخدم مصلحة الشعب والدولة داخليا. أما على المجال الخارجي، على المجال الخارجي في تعامل الإعلام مع الدول والمنظمات الدولية الأخرى، أنا أرى أن يكون الإعلام أكثر جدية وقوة في إبراز واقع الدولة ضد أي توجه أو انتقاد يتم على سبيل المثال حقوق الإنسان في هذه الدولة. لاحظنا في بعض الفترات هجوم غير مبرر من منظمة حقوق الإنسان ضد بعض الدول وممارساتها ضد يعني أو ضد ما يتم داخل هذه الدولة تحديدا، رغم الجهود الإيجابية والكبيرة لتلك الدولة في هذا المجال تحديدا، لأن ما تم التعاطي فيه أو معه لا يمثل الواقع بصلة، كما تم في بعض التقارير السابقة في مجال حقوق الإنسان مثلا بالذات. لذلك يجب إعداد، يجب تأهيل الإعلامي إعداد وتأهيل ممنهج وبطريقة مدروسة لينقل رسالته بكل مصداقية ووضوح. أنا مع وجود الإعلام الهادف، مع وجود الإعلام البناء، ضد الإعلام الهدام والموجه لأغراض في نفس من يديرون الساحة الإعلامية أو الجهات الإعلامية. أيضا نريد نستفيد من الدول ذات الإعلام القوي ذات الخبرات الكبيرة في هذا المجال. الإعلام أنا أشبهه من وجهة نظر شخصية كالعلم أو الدراسة في بداياتها، لما بدينا ونشأنا في هذه الدول وبدينا نتلمس طريق العلم والتعليم وغيره، استفدنا من المدرسين العرب تحديدا اللي أهلونا واللي وصلونا للمرحلة هذه. اعتراف بالحق، والاعتراف بالحق فضيلة في بدايتنا في التعليم والدراسة، حتى أهلنا المدرس، أهلنا الطبيب، أهلنا المهندس وإلى آخره، حتى وصلنا لرائد الفضاء. لذلك الاستفادة في الخبرات في من سبق في هذا المجال مطلوبة بل ومهمة جدا، حتى تستطيع الحصول على الجودة والنوعية والاكتفاء الذاتي في المجال الإعلامي، وحتى نصل للاستفادة المرجوة في هذا المجال.
ما بحب أطيل في هذا الموضوع، أنا أوضح فكرة أو أوصل رسالة قد تكون أساسية ومهمة جدا في التعاطي مع المجريات والأحداث التي تتم في هذه الدول، وأركز على الأمور الإيجابية فيها. وأشكركم على إتاحة الفرصة لي للحديث في هذا المحور والجانب المهم في جودة الإعلام وتأثيره القوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. شكرا جزيلا مستشار سالم الكعبي، وفيت، وخصوصا بموضوع إيجابية الإعلام، لأن احنا بنتحدث بالإعلام ما المفروض أنه ناخذ فقط الجانب السلبي، وإنما الجانب إلى جوانب إيجابية كثيرة وجوانب سلبية طبعا موجودة. التفاتة حلوة من عندك، شكرا جزيلا. إذا موجودة المستشارة القانونية دكتورة تهاني عبيدلي. معاكم موجودة، الله عليكم. تفضلي تفضلي دكتورة. ممكن بس السكرين دكتور عصام، دكتور عصام عندك ال. الله عليك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بداية صراحة أشكر الدكتور المتألق دكتور عصام بدري على هذا الإثراء والتنوع اللي صراحة أتحفنا فيه بهذه الندوة الثرية. وأشكرك دكتور علي الدفاعي وصراحة مديرو الجلسات أمس واليوم على هذه الإدارة الناجحة والمحاضرين الكرام والمتابعين المنصة الإلكترونية الافتراضية زوم. حياكم الله، صراحة الموضوع جدا ثري وبكته. فأنا إذا بتكلم عن الإعلام، أنا لست إعلامية، أنا قانونية تخصصي قانون جنائي وتخصص دقيق إرهاب. إذا أنا بتكلم بقول عن الإعلام بين الحرية والسياسة، أو متى يكون الإعلام العربي حرا، وما هي الغاية من جودة الإعلام العربي في بلاد المهجر؟ هي الجودة. لما نقول إحنا جودة فهو شيء إيجابي، لابد أن تكون الجودة جانب مضيء، جانب مشرق، هكذا يفترض فيه. هل لدينا حياد في الإعلام؟ لا يوجد حياد طبيعة الحال، لكل إعلام له رأي، لكن يجب أن تكون هناك حقيقة. لا يجب أن يكون هناك إعلام سوداوي أو الإعلام الأسود أو الإعلام السلطوي الموجه، ولكنها حقيقة يوجد الآن. حرية الإعلام بحسب سياسة الدولة، بحسب الأجندات السياسية لوسائل الإعلام اللي قد تعمل للدولة أو تعمل لجهات أخرى داخلية خارجية، وهي طبعا تمول. الإعلام يحكم حسابات ومصالح متداخلة كلنا نعرفها، ليست بمجهولة عن أحد. تعرقل هذه طبعا الديمقراطية، تعرقل الحياد، تعرقل مصداقية كذلك الخبر، وتحد من هذه المصداقية بشكل كبير. قد يكون الإعلام دبلوماسيا أو قمعي، ومرات يكون بينهم لتلطيف يمكن الأجواء. لكن متى أنا أقول يمكن أن يكون الإعلام العربي حرا؟ هل ممكن يكون حر؟ صراحة أنا بالنسبة لي هذا السؤال يحتاج إلى كاهن أو لشخص محنك وخيالي بعد، وليس بالضرورة حتى أن يكون منطقي. هو المنطقي أن الإعلام يتسم بالإعلام بالمصداقية وحرية، وصراحة شعارات كل يعني الكل ينادي بها، وحتى كسياسة وكعلم يدرس في أعرق الجامعات يجب أن يتحلى بذلك، لكن الواقع يختلف للأسف. إذا لما أنا أقول الغاية من جودة الإعلام العربي في بلاد المهجر، شنو الغاية منه؟ من الضروري لما أقول يتمتع هذا الإعلام بالذات بالمهجر بالجودة والتميز، كون أقلية يمثل أقليات معينة، فلا بد أن تكون يغطي كافة معطياته، كافة ما يحدث له، كافة تغطياته. من الضروري النوعية، هذه المواضيع نوعيتها كيف تغطى ومن تغطى؟ هل من هواة؟ هل يجب أن يكونوا مدربين على الأقل، مثقفين أكاديميا ليتسنى لهم تغطية تلك الأفعال وتغطية تلك المواضيع التي تهم تلك الأقليات في بلاد المهجر لتخدم مصالحهم بدل أن تسيء لهم؟
بدل أن تنتهك كثير من حقوقهم. التحلي صراحة بالكياسة نحتاج كياسة، نحتاج ذكاء، إضافة إعلاميين قلنا أكاديميين مدربين. أنا صراحة وياكم أبي أستعرض اللي هو عندنا إحنا ما يعرف بالقانون الدولي وفي القواعد السبعة الموجهة عشان أداء وسائل الإعلام الدولي. لما إحنا نطلع عليه أو نستعرض هذا القانون الدولي والعرف الدولي اللي فيه اللي هي مجموعة قواعد يتحتم على وسائل الإعلام الالتزام فيها، أنا أقدر أوجهها لكم أنها راح تشوفون أنها شعارات رنانة ها، لكن ليست بالضرورة أن تكون مطبقة ومنفذة. أنها لا يجب استخدام وسائل الإعلام الدولي للدعاية لحرب أو عدوان أو تشجيع عليه. هذا أوكي الكل يتفق عليه، لكن كواقع لا، في قنوات معينة، في منصات مسيسة ومجيشة لتلميع حزب، تلميع قوة، تلميع جيش معين مرتزقة والتسويق له، هذا موجود عندنا مع أن القانون الدولي يقول يجب أن لا يكون كذا ويحظر. كذلك أنه يحظر على وسائل الإعلام الدولي التدخل في شؤون دولة أخرى، وهذا طبعا كلام لا أساس له من الصحة. القانون الدولي يغرد بعيدا عما يحدث في الواقع، تدخل سافر في الأعراف وفي القوانين ونقض كافة البروتوكولات والاتفاقيات الدولية فيما يخص حقوق الدول الأخرى، حقوق الدولة في حماية مواطنيها مي قادرة بسبب تدخل المرتزقة الذين يدخلون تلك الدول لتفجيرات وزعزعة الأمن فيها. صراحة كمواطنين عرب يحرقنا ذلك، يعني لما نحس في انفجار نعم عندما نسمع أو نضج أو نشوف الأخبار أرواح بريئة بسبب سفالة غادرة بتفخيخ إرهابي يطيح بهؤلاء الأبرياء، من المسؤول عن ذلك؟ كذلك أن هذه المبادئ كذلك يحظر على وسائل الإعلام الدولي الدعوة للتمييز العنصري أو سيادة الجنس على آخر. هل ترونه واقعاً؟ صراحة لا أرى ذلك، بالعكس في تمييز كثير للجنس وتمييز لدين وتمييز لدولة وتمييز لفئة نخبوية وغيرها أو حتى حق حزب أو طائفة. كذلك هذا صراحة المضحك المبكي على وسائل الإعلام أن تمتنع عن التحريض ضد أي جماعة ذات طابع قومي أو عرقي أو ديني، ما نراه صراحة حرب عصابات كأنهم عصابات صراحة فيما بينهم. ترى وسائل التواصل الاجتماعي إذا أراد أن ينسف شخص معين أو حتى دولة معينة أو فئة معينة له ذلك في عدة تغريدات متواكبة بسياسة معينة، خلال يومين قد يسقط من العظماء ويسقط دولة كذلك بمقطع معين مسجل مصور مسيس أو حتى غير صحيح. هذا الأمر موجود. كذلك من المبادئ السبعة في القانون الدولي التي تقول على وسائل الإعلام أن تمارس دورا إيجابيا في تطوير ثقافة السلام. أي سلام يتحدثون عنه؟ لا نرى أي سلام، نرى قمح، نرى تحريض. سافر لكافة الأعراف الإنسانية. كذلك من المبادئ أنها تتمتع كل الشعوب بحقوق متساوية فيما يتعلق بحقها في الحصول على المعلومات واستقبالها ونشرها بكل وسائل الممكنة. هذا صراحة لا نراه موجودا. من له مال سياسي قد يدفعه لتشويه الآخرين، لتلميع أو تطويل أو لدفعه لأبواق معينة لا تقوم بأي ذلك، ليس من حقوق متساوية على الإطلاق. كذلك أن تتمتع كل الشعوب بحقوق متساوية فيما يتعلق بحقها قلنا في الحصول على المعلومات، وأن أن الشعوب متساوية بسيادة متساوية لإنشاء بنى الاتصال الخاصة فيها. أنها هذه معناتها أن أنا أعطي هذه الدولة أو هذا الشعب حقه في أن يدير الوسائل الإعلامية الخاصة فيه. هذا لا يوجد على أرض الواقع، ما نراه ليس هكذا. لو أنا أردت أن دولة معينة أن أشوه مؤسساتها وأشوه كافة منظومتها سأستطيع بالمال السياسي وبأبواق وبمنصات ووسائل التواصل الاجتماعي.
لذلك هذا كله غير موجود للأسف. كذلك أنه يجب على كل دولة أن تسوي نزاعاتها الخاصة بالإعلام والاتصال بالطرق السلمية عبر التفاوض والوساطة والتحكيم بين اللجوء إلى العدوان العسكري. يعني إذا بقول عدوان عسكري أوكي، لكن إحنا عندنا الآن قوة ناعمة، ولا أتكلم عن العدوان العسكري، لدينا الآن وسائل التواصل الاجتماعي. دولة اللي انقتل تشيلي في أمريكا لما انقتل على أرض بالسفارة اللي هي طبعا تعتبر تشيلي قطعة لأنها دولة العلم، مع الضغط السياسي والضغط المجتمعي الضاغط من الإعلام فرض على أمريكا أن تطالب بمن قتل ذلك لتحاكمه على أرضها. فالشعوب لها قوة ضاغطة مجتمعية، وكذلك هي وسائل الإعلام بدرجة قوة وسائل الإعلام، الكلمات المصطلحات الأشخاص الذين يديرون تلك الوسائل هم لهم القوة العظمى في ذلك. كذلك من أحد المبادئ اللي تقول أن دول العالم يجب أن تتعاون في مجالات الاتصال الدولي أيا كانت تجد الاختلافات بينها، اللي هي عن طريق تكنولوجيا الاتصال والتدريب المهني وغيرها. هذا إلى حد ما موجود، لكن ما يدرب غير ما ينفذ. أنا أقدر أستطيع أن أعمل مئات الدورات لمئات الدول، ولكن فيما يخص دولتي وما يخص الإعلاميين فهم يتبعون سياسة الدولة بمنهج معين وتدريب يعني يعتبر مغاير تماما لما يعرض للعامة. كذلك من أحد المبادئ هذه السبعة أن الدول تلتزم مخلصة بالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية المنظمة للإعلام. فقط التزام التزام، لكن دون التقيد بالبنود أساسا. تلتزم ميثاق الأمم المتحدة، إذا أساسا الأمم المتحدة والدول العظمى غير ملتزمين بهذا القانون، غير منفذين لبنوده، ينتهكون كافة الأعراف الدولية والإنسانية. وكذلك وهو قد أقول أنه الأخير السابع لوسائل الإعلام في دول المجتمع الدولي أن تمتنع عن بث مضامين إعلامية معينة خاصة تلك المتعلقة بالدعاية من أجل الحرب أو تشجيع العدوان أو الاستعمار بأي صورة من الصور. صراحة هذه هي المبادئ هم السبعة للقانون الدولي. لا أرى أي مبدأ من هذه المبادئ يتطبق على في واقع الحال أو على الواقع الدولي، ما نراه مغاير تماما لذلك. إذا ما نحتاج نحن إليه في وطننا العربي وخاصة في بلاد المهجر أن تكون لهم قوة خاصة بهم، قوة مجتمعية، قوة ضاغطة، أن تكون تلك القوة هؤلاء الإعلاميين أن يكونوا مثقفين أكاديميين على قدر المسؤولية، أن يفهموا ويعرفوا ماذا يريدون أن يوصلوا من نتيجة، أن يوصلوا مواضيعهم أن تعرض مكتوبة بطريقة تشكل ضغطا مجتمعيا لنيل حقوقهم. عندما نقول مناصرة شعوبهم، كيف يناصرون شعوبهم؟ القلم له دور والكلمة لها دور، وسائل التواصل الاجتماعي له دور كبير في ذلك. وهذا ما أود قوله، وشكرا لكم. شكرا جزيلا دكتورة لهذا الموضوع، وطرقتي إلى الجانب القانوني في موضوعة الإعلام. طبعا بالتأكيد الجميع يعرف أن الإعلام في كل دول العالم هو إعلام مسيس وليس إعلام واضح وصريح، واللي يظهر للإعلام هو ما تريده الدول اللي تحب أنه يظهر، ويضعون الفوكس يعني يضعون التركيز على هذا الموضوع ويثيروه. وكثير من المواضيع اللي أثارتها الدول العالمية، ولو أنا عندي تنبيه من الدكتور عصام أنه ما ندخل بالسياسة، ولكن هو الإعلام مرتبط ارتباط وثيق بالسياسة، فما ترغب به الدول بأنه هو اللي يكون على الساحة، هو اللي يتم ترويجه أكثر ما يمكن، هذا اللي يظهر عندنا. أما كثير مواضيع عندنا مأساة كبيرة في معظم الدول العربية تحصل، وبعد نصف ساعة ممكن نجي نبحث عن فيديو أو صورة لهذا الحدث نلقى أنه حجبتها المواقع اليوتيوب أو الفيسبوك أو تويتر. وخير دليل أنه قبل 3 أيام حصل تفجير انتحاري وإرهابي في بغداد، قبل 3 أيام، وراحوا ضحيتها يعني ارتقت أرواحهم إلى السماء، 30 شهيد و100 جريح، يعني 130 عائلة عاشوا مأساة.
واليوم نجي نبحث عن هذه الصور أو الفيديوهات ما راح نلقاها. فهذا أنه نتأكد أنه هو الإعلام مسيس، الإعلام إلى جهات اللي تركز على هذا الموضوع دون الآخر، مع أنه سابقاً كنا نعرف أنه أكو حرية الإعلام وحرية التعبير، ولكن اللي تأكدنا من عنده أنه قبل أيام إدارة الفيسبوك حجبت موقع رئيس أمريكا اللي هو عنده 9 مليون مشاهد. فإذا ما لا وجود للحرية مع أعظم دولة اللي هي يعني دائما تتبجح في ممارساتها الديمقراطية، رئيسهم حجبوه. يعني إذا رادوا يحجبون أي موقع أو صفحة يحجبوه. قبل أسبوعين انحجبت صفحات دكتور عصام كلها، من الموقع إلى صفحات الفيسبوك إلى تويتر، ما خلوا شيء. فالحرية بالتأكيد ما موجودة. شكرا جزيلا المستشارة الدكتورة قانون دكتورة تهاني. حسب الجدول الآن معانا الإعلامية العراقية المعروفة والمرموقة الست سحر الأصيل من النمسا، تتفضل. شكرا جزيلا أستاذ علي، شكرا جزيلا، أنا سعيدة جدا هذا اليوم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مايك إليك تفضل. شكرا جزيلا، سعيدة جدا أستاذ علي هذا اليوم أني أكون بين نخبة من الأساتذة والأكاديميين، وأنا متأكدة أن علمي في الإعلام لا يتجاوز علمهم، بل بالعكس أبقى أستلهم من علمهم لكن عملي في الإعلام تجاوز يعني 35 عام، والله التوفيق للجميع. أساتذتي يعني الإعلام سابقا كنا نقول عنه أنه السلطة الرابعة، لكن اليوم في الحقيقة الإعلام أصبح السلطة الأولى في البلاد، حسب اعتقادي طبعا وحسب اعتقاد الكثيرين، بسبب تغيير الثقافات والتغييرات المجتمعية والتوعية السياسية لدى الكثير في يومنا هذا. بدأ واضحا أن الإعلام أصبح الركن الأساسي لاعتماد طبعا المواطن، خاصة البسيط الذي لا يجد يعني ملاذا لاستقصاء الحقيقة سوى وسائل الإعلام بمختلفة، حيث يمجد من يشاء ويجعل له شيئا ومقاما، ويطيح بمن يشاء ويجعله ضحوكا للناس. يعني لربما التاريخ الحديث يؤكد ذلك. إذا نظرنا إلى حملات مثلا التمليك والترئيس في العالم الذي نعتاشه الآن، سنرى فيه قبول يعني لا معقول ولا منطقي في مشهد عام ومزيف ومغشوش، وأن الباب الإعلامي على سعته هو كان طبعا الصورة والصوت والكلمة المنشورة للوصول إلى سدة الحكم. إذن نحن هنا أمام حقيقة، كيف تخترق هذه السلطة العقول والوجدان وتنزل في صلب مخيلة وعواطف ووجدان القارئ أو المشاهد. المثل على ذلك والكل تطرق إلى طبعا ثورات الربيع العربي، كيف كان للإعلام دور مهم ونشيط في مساندة أفعال هذه الثورات وأنجاحها، وخاصة طبعا القنوات الفضائية. كان المواطن العربي يتابع أول بأول ثورات الربيع العربي منذ بدايتها في حالة طبعا من الذهول منذ اللحظة الأولى. الكل لديه كان علم بالحالة التونسية، من الشاب أحرق نفسه، وكل الفضائيات طبعا نقلت هذا الحادث، والكل ذهل كيف استطاع أنه يخلق أي يحرق هذا الشاب نفسه، بحيث استجمع المواطن حاسيسه وتاريخه، وأدرك أنه مقبل على بناء دولة قوية تلبي حاجياته الاقتصادية والمجتمعية والسياسية. طبعا هذا الوقت تارك عامل الخوف وراء وعامل اللامبالاة. شعوب عربية طبعا التقطت هذه الصورة والصوت واستلهمت الفكرة وانزلتها في موطنها، وهذا طبعا ما تجسد في شوارع كثير من الدول العربية، شاهدنا القاهرة، دمشق، صنعاء، طرابلس وغيرها من الدول. وستجون أيضا ستجدون يعني نفس الصورة والصوت اللي أسقط الثوب الخوف ودفع المواطن إلى الثورة فيها. فكان طبعا الإعلام البوابة الممنهجة للثورة المضادة. بدأت هنا مسيرة الهدم والبناء. طبعا هنا لا أريد أن أدخل إلى تساؤلات كثيرة إن كانت ثورات الربيع العربي نجحت أم لا، هذا موضوع آخر. طبعا حبيت فقط أسلط الضوء على دور الإعلام في ثورات الربيع العربي، وكيف أصبح الإعلام السلطة الأولى وليس الرابعة في تغيير سياسة المنطقة.
الإعلام يعني كما عرف هو التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير وروحها وميولها واتجاهتها، تزويد الناس بأكبر قدر من المعلومات أو الحقائق الواضحة، فيعتمد طبعاً في هذا الشيء على التنوير والتثقيف ونشر الأخبار والمعلومات الصادقة التي قد تنسب إلى عقول الناس وترفع من مستواهم وتنشر أيضاً تعاونهم من أجل المصلحة العامة. أو بالعكس، هنا الشاهد يقوم تزويد الناس بأكبر قدر من الأكاذيب والضالات، ويعتمد هنا بهذه الحال على الخداع والتزييف والإيهام، وينشر الأخبار والمعلومات طبعاً الكاذبة التي هذه المعلومات هي الصلب الأساسي التي تسبب في الصراع في الدول، فتحط من مستوى الناس وتثير بينهم عوامل التفرق والتفكك لخدمة أعداء الأمة وليس أمتهم المعتشين بها. هذه النقطة مهمة، أردت هنا بهذا أن أصل إلى واقع حالنا في العراق بعد الاحتلال. معلوم أن الإعلام العراقي وجد نفسه بعد الاحتلال في جو جديد طبعاً من الحرية الطاغية المصحوبة بالفوضى العارمة، فكانت الأجواء الإعلامية في الأشهر الأولى للاحتلال مزيج من الحرية والفوضى، بعد أن كانت وسائل الإعلام العراقية قبل ذلك قد اعتادت على يعني خطاب أحادي الجانب ممثل بالحزب الواحد، أو يعني الكل يعلم إحنا كان نملك فقط محطة واحدة هي محطة التلفزيون العراق الرسمية، بعد ذلك سنة 94 أو 95 يعني تكون تلفزيون الشباب، أصبحت لدينا محطين لكن هما في نفس توجه الرسالة الواحدة. إحنا معظم الأحزاب العراقية هذا اليوم، هاي نقطة جدا مهمة، تمتلك وسائل إعلام تفرض هذه الأحزاب على الصحفيين العاملين فيها سياسة الترويج للحزب، ولا تسمح لهم طبعا بالتغطية الموضوعية للأخبار أو في اتجاه يخالف فكر هذه الأحزاب. طبعا أضف إلى ذلك هناك العديد من وسائل الإعلام التي تبث من العراق لكنها هنا شنو ممولة من دول مجاورة تتصارع على الساحة العراقية، وهذه الوسائل الإعلامية تعتمد سياسة إعلامية تفرضها على الصحفيين العاملين فيها، كما تقوم غالباً بالدعاية لمصالحها أو التحريض لقضايا تؤجج الصراع الداخلي في العراق. وأيضاً هناك مؤسسات إعلامية مختلفة كالقنوات الفضائية أو المحطات الإذاعية أو الصحف التي يمولها مراجع الدين أو التجمعات والطوائف الدينية، وتتهم هذه المؤسسات بتأجيج طبعاً الصراع الطائفي وبث التطرف الديني مستغلة مختلف الأحداث والمواقف التي مر بها العراق. أساتذتي أكثر من 85 مؤسسة إعلامية محلية مجهولة التمويل، بينها محطات تلفزيونية وإذاعية تبث على مدار الساعة وإصدارات مطبوعة بشكل يومي ومواقع إخبارية إلكترونية تتلقى دعم فني ومالي من حركات سياسية وأحزاب عراقية وجهات إقليمية بشكل سري مقابل فرض توجهات معينة على سياسة المؤسسة الإعلامية. وللتطرف أثر كبير جداً على الخطاب الإعلامي العراقي، يعني كل عراقي يعرف كيف متطرفة هذه القنوات، كيف متطرفة هذه الصحف الإلكترونية أو الصحف الورقية. نرى بعض خطابات فترة الاحتلال يعني لبست اللباس الوطني أو الديني وخلقت نوع من الطائفية البغيضة، وأنتجت هذا الشيء التحزب السياسي والطائفي والمدني الذي لحق الأذى بوحدة التاريخ والمصير العراقي. وكانت التغطية الإعلامية المتوسطة للأنشطة المتطرفة وعرض مواقف أصحابها قد عزز الاستخدام المتداول لأسباب العنف والاختيال، وسهل أيضاً على الحركات المتطرفة تمرير خطاباتها وتنظيم شبكاتها. إذن هنا المعالجة لتقديم إعلام نزيه ومستقل للاستفادة منه لخدمة المتلقي ومناصرته وتعزيز وحدة المجتمع. أولاً أن تعمل كل وسائل الإعلام وفق خطة واعية ومدروسة لإشاعة مفاهيم الوحدة الوطنية وثقافة المواطنة وتقوية الانتماء للبلد عبر آليات يسودها فيها الخطاب الوطني العادل
مع كل الفئات والقوميات والمكونات التي يشملها النسيج المحلي، وذلك عبر برامج ووسائل وحملات إعلامية تعزز المصالح الوطنية على أساس المواطنة العادلة، وليس فقط منطق الغالب والمغلوب أو منطق الأغلبية والأكثرية، لأن الخطاب المشوه القائم على هذه الأسس طبعاً الكل يعلم يفرق ولا يجمع. ثانياً، ضمن منهج تشجيع الحوار ينبغ على وسائل الإعلام المختلفة في طبيعتها مرئية أو مطبوعة أو إلكترونية أو في ملكيتها حكومية أو حزبية أو مستقلة البعد عن الخلافات السياسية التي تقع بين الكتل والأحزاب والتيارات، والتعامل مع هذه القضايا بخطاب شمولي وطني واحد، والوقوف على مسافة واحدة من الأطراف المختلفة، والتوجه إلى الرأي الراجح عبر آليات الحوار وتبادل الآراء. ثالثاً، رفض الاتجاهات الطائفية والمذهبية في الخطاب الإعلامي، وعدم السماح لمروجي هذا الخطاب بتسييد الساحة الإعلامية، يعني هذا كلش ضروري، بل يجب فضحها وتعرية أهدافها بمهنية، وفي مقابل ذلك تشجيع أصحاب الخطاب الوطني الهادف والملتزم بروح المواطنة الصالحة ووحدة الصف وجمع الكلمة. أخيراً من المهم جداً للإعلام الحقيقي أن يتمسك بحريته ومهنيته، ويرفض التعامل بخضوع تام للسلطة الحاكمة في كل خطوة يخطوها، وعدم الانصياع لأي كتلة سياسية أو برلمانية أو حزبية لمجرد أنها امتلكت زمام أمور الحكم من غير إساءة لرموزها أو التحريض على التمرد عليها بلا وعي أو لأسباب غير منطقية. يعني هذا اللي استطعت أن أقدمه لكم، وأني طبعاً سعيدة جداً بمشاركتي معكم، لكن بعد تقريباً نص ساعة عندي أوردر تسجيل برنامج، استميحكم عذراً أن أغادر الندوة. شكراً جزيلاً. شكراً سحر، متألقة ومبدعة مثل ما عرفناك في تلفزيون العراق الرسمي، يعني خبرة أكثر من 30 سنة. شكراً جزيلاً إليك، غطيتي الموضوع. تحياتي إليك. لتكملة المحور معنا من السويد الدكتورة في القانون الأستاذة نجار، تتفضل. مرحبا للجميع. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً دكتورة. شكراً جزيلاً على فتح المجال إلي أن أدخل بهذا الحوار المهم جداً. وطبعاً الحقيقة أنا عرفت بهذه التكوينة والمجموعة عن طريق الدكتورة سناء الخزرجي، وهي اللي طلبت مني أن أكون واحدة من الناس اللي أستمع إلى الندوة وأشارك فيها. الحقيقة أنا مختصر مفيد أحب أوجه نظري إلى نقطتين مهمة جداً. النقطة الأولى أتصور ذكرتها أيضاً السيدة الإعلامية العراقية، أنه إحنا في بلداننا عندنا مشكلة ضعف الإعلام لأنه سلطوي ولأنه ليس حر وليس متخصص، رغم أنه إحنا عندنا إمكانيات مادية جيدة لكنه لا يزال التكنيك ضعيف. تخصص، ليس هناك مدرسة أو جامعة تقدر أن تخرج ناس قادرين أن يقومون بعملية الإعلام الصحيح والإعلام اللي هو يخدم مصالح المجتمع والناس العايشين بالبلد، وتحافظ على مصداقية نشر الخبر، وأيضاً أنه توعي الناس. مع الأسف لحد هسه ما عندنا مشكلة. بالعراق عندنا خصوصية، العراق مشكلته أنه ليس هناك دولة، مجموعة عصابات هي اللي سيطرت على السلطة وهي اللي تحكم البلد، بالإضافة إنه هي مسيرة وليست مخيرة بسبب التدخل الخارجي والسيطرة عليها من قبل الاعتداء الخارجي من البلدان المجاورة لها. فالعراق إلى خصوصية، ما نقدر نحكي على الإعلام لأن ما عندنا دولة، لازم نسوي دولة مع الأوادم أول شيء، وبعدين نتكلم عن الإعلام، ولازم يكون القانون إلى سيادة ويحترم القانون بكل المجالات، من القانون البسيط الصغير إلى ما ذكرتها السيدة اللي قبلها كانت بالندوة على القوانين الدولية المختصة بالإعلام اللي منها حقوق الإنسان والإنسانية وما شابه إلى ذلك. فإحنا عندنا مشكلة جدية بهاي القضية. أنا أتكلم عن السويد. السويد عندها مشكلة كبيرة جداً. الجالية العربية ما نقدر نقول عليها جالية بصراحة،
متشتتة وغير واعية وغير فعالة في المجتمع. كل اللي عندنا احنا عندنا مجرد بس برنامج اسمه الكومبيس او مثل المجلة، هي اللي تذكر بعض الأحيان. أنا طبعا أتابعهم، حتى المعلومات اللي تنقلها عن السويد والقوانين السويدية في بعض الأحيان خاطئة. أنا إنسانة قانونية ودائما أنا بالإعلام، لأنه دائما يسوي استشارات، وأحس أنه إحنا غير صادقين في نقل المعلومة للناس اللي يسمعونا، حتى على البلدان اللي إحنا عايشين بها. السؤال لماذا؟ ليش إحنا نسوي هذا التصرف؟ ليش ما ننقل المعلومة مثل ما هي، مثل ما هي، سواء كانت في صالحنا أو كانت ضدنا؟ إحنا المفروض نكون صادقين في نقل المعلومة. فإحنا عندنا ضعف مع الأسف. كانت هناك محاولات لإنشاء إذاعة وأنا شاركت بها قبل سنين طويلة بالسويد، وقمنا بعمل جيد، ولكن كالعادة التمويل وضعف المادي كان سبب أيضاً في أنه هاي التجربة تنتهي مع الأسف بوقت قصير. فإذا معناته إحنا غير جادين، إحنا غير جادين أن يكون عندنا إعلام يضاهي الإعلام اللي إحنا في بلدان اللي عايشين بها. إحنا بالسويد ما عندنا مشكلة، عندنا إمكانية أنه نكون أحرار، وأنه فعلاً يكون عندنا إعلام شعبوي صادق، وممكن أن حتى تكنيكيا ممكن أنه إحنا نوفر هذا الشيء، ولكن ما عندنا ناس تريد تشتغل بهذه الجدية والصدقية في أنه تنقل المعلومة الصحيحة للناس اللي موجودين في داخل السويد. هذا يحزنني بشكل كبير جدا، ومع الأسف أنه حتى البلدان عن بلداننا إحنا ننقل أيضا المعلومات الخاطئة. كل واحد يفسر الحدث اللي يصير بلده بالطريقة اللي هو يشوفها من وجهة نظره هو. يعني الانفجار اللي صار ببغداد، كل واحد ينقلها بشكل من خلال ما هو يريد أن ينقله. فالحقيقة حتى السويديين حائرين، ما يعرفون منين يلتقون، منين يلقون الخبر الصحيح والمعلومة الصحيحة. فدائما عندنا أيضا خلل أنه ننقل المعلومات الصحيحة عن بلداننا لبلدان المهجر. وهذا أنا أعتقد أنه عندنا مشكلة جدية، إحنا يجب أنه نتحاور. يا ريت لو كانت هاي الندوة تحكي أكثر على الإعلام الداخلي، الإعلام اللي في بلداننا. إحنا عندنا مشاكل بقضايا حقوق الإنسان، عندنا مشاكل باحترام القانون، عندنا مشاكل بالتمييز العنصري، بالتمييز الجنسي، بالتمييز الديني، عندنا كثير من المشاكل، وإعلامنا مدى يقدر يوفي بالواجب المفروض عليه أن يوفي. فإحنا لازم كنا نناقش أول شيء هذا الموضوع، بعدين ننتقل إلى موضوع البلدان اللي إحنا عايشين بها، المهجر والإعلام العالمي والخارجي. دكتورة نجار لو سمحتي بقى دقيقة عندك، يا ريت يعني تلخصين الفكرة. الفكرة الأساسية أنا أعتقد أنه قصور بالإعلام الداخلي والإعلام المحلي، وما هو سلطوي وليس حر وليس متخصص، ومع الأسف ما يكون هناك بوادر أنه يصير إصلاح في هذا المجال. وهذا لا يعني أنه أنا أتكلم عن العراق حاليا، لا، أتكلم عن كل البلدان العربية. أنا عشت ببلدان عربية وشفت وسمعت، وأقدر أحكي من خلال تجربة، مش كلام بس مجرد نظري. وإضافة إلى هذا أنه إحنا دورنا ببلدان الأجنبية لازم يكون أكثر صدقا في نقل المعلومة، سواء كانت اللي يحدث داخل البلد اللي إحنا عايشين به أو في بلداننا اللي هي صار بها أحداث يوميا، مع الأسف أحداث مؤلمة جدا. وشكرا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتورة نجار. شكرا. يعني ما أريد أنا وبعد كل متحدث نعقب، ولكن إحنا يعني نعرف جيد أنه ما يحصل بالعراق هي حالة مؤقتة وليست حالة دائمة. العراق الجميع يعرفه يعني بلد إلى حضارة وإلى تاريخ وإلى وجود. فإذا اليوم أكو أشياء سلبية كلنا نعرفها، كلنا نعرفها، لكن يعني نتمنى أنه في أقرب وقت يعني يحدث ما نتمناه ويتمناه أخوتنا العرب وغير العرب. كل محبي الإنسانية يتمنون أن يكونون يشوفون العراق مثل ما كان في عصور الذهبية. شكرا مرة أخرى. معنا
لتكملة المحور الرابع دكتور عمر الشايب. أعتقد وصل دكتور عمر. دكتور عمر الشايب من مصر. إيه موجود بس الإنترنت النت مالته ضعيف. يعني يقدر يكمل أو ما دكتور مظفر العبادي من العراق. ضعيف. دكتور مظفر. دكتور مظفر داود العبادي موجود؟ مظفر مع دكتور مظفر أعتقد ما موجود. إذا دكتور مظفر ما موجود ودكتور عمر أيضا ما موجود فنفتح باب الأسئلة أو أي شخص عنده تعقيب. يمكن عبد الجليل الوحيد من أفريقيا. إذا عنده مداخلة. عبد الجليل. الباب مفتوح لكل شخص عنده مداخلة. بس احسب له وقت لين بس يستلمك بعد خلاص. إذا خلي يتفضل. اياد السامرائي شفت الاستاذ اياد السامرائي رفع ايده خليه يبدي استاذ عبد الجليل من افريقيا بس 10 دقائق عبد الجليل داخل هو موجود موجود اياد جواك تفضل استاذ عبد الجليل استاذ عبد الجليل افتح مايك يا عبد الجليل يلا اوكي طبعا تسمعون استاذ عبد الجليل نسمعك جيد ولكن نرجو منك الالتزام في الوقت جميل جدا ممكن والتركيز في الموضوع جميل جدا تفضل المايك لك استاذ عبد الجليل نعم اهلا وسهلا ومرحبا بكم حفظ الالقاب والمناصب واشكر الجميع بدايه اريد ان اتحدث عن عدول وبدربي في موضوع التاثر والتاثير للاعلام العربي او ما يتم بثه من خلال الأخبار والحوادث التي تجري فكما تفضل به السيدة افتح المايك استاذ عبد الجليل افتح المايك مايك استاذ عبد الجليل تسمعون نعم لا. نعم تفضل نعم الإعلام لم يعد كما كان ففي السابق السلطة التي تستخدم من خلال قهر وإذلال الطبقة الثالثة هي الأسلحة والآن لم تعد هذه الأسلحة هي السلطة التي تستخدم بل الإعلام هو السلطة المستخدم في إفراض القوة على المجتمع الثالث فهذه المسألة أريد أن أتحدث في هذا الموضوع كيف تم هذا التأثير وهل لهذا التأثير نقط ضعفة أو نقط استطاعت أن تجعل المجتمع العربي والمجتمع التي هي تتعلم أو تتكلم باللغة العربية أن تنخنع وأن تنزل من قدرها لأجل الإعلام طبعا نعم لو لاحظنا الإعلام مسألة من مسائل التي تتم عن طريقه بس المعلومات وبس الأفكار وبس العلوم فهذا هو الهدف أو هذه من الأهداف ولكن الآن لم يعد هذا هو الفكرة الموجودة بل الإعلام أصبح سلطة يستخدم أحيانا لتزوير الأخبار الحقائق أستاذ عبد الجليل الصوت والصورة كان الخط ضعيف عنده الانترنت لا وقف الخط وقف خط عنده لا حول على الأستاذ حاول تغير مكانك أستاذ عبد الجليل الصوت غير واضح أبدا لا حول في بلاد المغرب لو أخذنا أقرب المثال لحظة أستاذ عبد الجليل نعتذر أستاذ عبد الجليل نعتذر إنه ما سمعنا مداخلتك الآن الدور الأستاذ إياد السامرائي من السويد يتفضل مساء الخير جميعا وأشكر أخي وأستاذ عصام على هذه الندوات المفيدة للجميع حقيقة هنالك مواضيع حول حرية الإعلام في المهجر وناقشوها وأغنوها الكثيرين بالحديث ولكن مرات إحنا كإعلامي أو جزء من الإعلاميين يحدد مسار عمله بنفسه
يعني هو يضع القيود إلى نفسه، يعني عنده فسحة من المجال في بعض الدول الأوروبية وبما فيها السويد يمكن، ولكن هو الإعلام يحدد نفسه في مجالات معينة. هذا جانب الجواب. وأحب أعرج على الست سحر، كلام الست سحر ولو غادرتنا، يعني هي يفترض كان يكون حتى تسمعنا، فنرحب بها وهي إعلامية قديرة عراقية. احنا اكو اتطرقت الى جانب معين حقيقة، احنا لازم ايضا ننطي الى جميع الشباب والشابات وكل الاطياف وكل الجمهور والانسانية كافة حرية التنفس الاعلامي، وهذا يأتي من خلال طبعا ضمن حدود معينة، وهذا يأتي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي واظهار المتنفس الإعلامي وأفكاره وما يدور في خلده. فهذا الجانب مهم جدا. ذكرت الإعلامية الأخت سحر حول زمن النظام الوطني قبل الاحتلال، وأنه هي كان عندنا شو اسمه قناة وحدة، وبعدين صارت الشباب حتى الآن هي للمتلقي أنه هذا قمع إعلامي موجود. لا بالألفين كان عندنا من أرقى المنظومات، هي منظومة الرافدين بالعراق من أرقى المنظومات اللي هي تتبع للساتلايت، ولكن هذا الموضوع اللي قناة أو قناتين معظم دول العالم كانت في ظل هذا الزمن، في ظل الزمن التسعينات والثمانينيات ضعف وجود الأنترنت عند كثير من الدول، ولذلك ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها وغيرها اللي تعتمد على الانترنت، يعني كانت هي محددة ضمن هذا الجانب. ثلاثة، أشكر الدكتورة تيجار على طرحها وأثني على كلامها، الأخت من السويد أظن، وحقيقة إحنا بالسويد مقصرين جميعا، وهذا احنا نحدد نفسنا بالسويد، يعني حتى انتوا بقيه الدول انتوا تحيروا بنفسكم مثل ما يقولوا، ها، ولكن احنا مقصرين بهذا الجانب. ولا وايضا ماكو، يعني اكو عندنا امكانيات كثيره بالسويد ولكن محدده ومحجمه، يا اما في جانب هم محجمين انفسهم او هم يكونون مؤدلجين. وأشكركم على هذه المداخلة وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ إياد العزيز. الأخ من مصر دكتور عمر الشايب حضر أو لا؟ دكتور عمر الشايب من مصر موجود؟ لا لا, لا ما يقدر يقول النت ضعيف جدا لحد الآن. ودكتور مظفر داود العبادي أيضا غير موجود. أحد عنده مداخلة أو سؤال؟ أحد عنده سؤال؟ طيب إذا ما موجود أي سؤال، والدكتور عبر ما موجود، دكتور مظفر ما موجود، أكو بعض النقاط سجلتها في هذا الموضوع حتى نخرج من المحور أو من الندوة بصورة منتجة، يعني لا تنحسب مثل باقي الندوات، يعني نجلس ساعة أو ساعتين نتحدث وكل واحد تارك أعماله. لخصت أربع أو خمس نقاط تخص الموضوع، وهي يعني في مجال الإعلام، إنه كيفية استثمار الإمكانيات المتاحة حالياً. يعني كل شخص اليوم عنده إمكانات متاحة من خلال وسائل التواصل، وتعزيز الثقة ما بين أبناء الجالية اللي موجودين، يعني أبناء الجالية العربية الموجودة في دول المهجر، وما بين الدولة الأم. كيف نعمل هذه المعادلة؟ هل نستطيع أن نتوصل إلى طرق لكشف وتعرية المواقع المسيئة؟ أقصد أن استخدمت هذه كلمة المواقع المسيئة، هي المواقع اللي تبث السموم سياسية أو سموم طائفية لخلق الفرقة. يعني هل هنالك آلية لكشف وتعرية المواقع المسيئة التي تحاول بث السموم والفرقة أو الإساءة إلى الإنسان العربي؟ يعني أنا لاحظ من خلال مواقع التواصل وخصوصاً بالفيسبوك، أحياناً بعض الأصدقاء يتداولون صور
تحط من قيمة المواطن العربي، يعني هو بنفسه دا ينشرها، هي تحط من قيمته. فهذه المفروض يعني نتأنى، يعني مثل ما في محاضرة الدكتور المختص البارحة عجبتني محاضرته الدكتور علاء من اسكتلندا، من ضمن الأشياء اللي قالها أنه انتبه قبل أن تشارك. هذه ملاحظة إعلامية رائعة. يعني اليوم صاير هوس عند بعض الأصدقاء، أي شيء اللي يجي على الواتساب أو يجي بالإنستغرام فورا ينشره على الفيسبوك على حسابه بدون التمعن بالهدف من هذا النشر. يعني هي قد تكون صورة صغيرة وعليها كتابة جملة أو جملتين، المفروض نقرأ جيدا قبل أن ننشر. هي يعني هو مو أنه مواقع التواصل مجانية وإحنا نصير ننشر أشياء تضر بينا وتضر بشخصيتنا سواء كنا في دولنا أو في دول المهجر. النقطة الثالثة هي التثقيف بضرورة التمييز ما بين وجودنا في دول المهجر وانتمائنا لأوطاننا. يعني هو مو أنه الإنسان من إجا هنا يريد ينصهر وراح يذوب في هذا المجتمع ويبدي يستعر من 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 قيمه الاخلاقيه من موروثه الحضاري اللي هو يحمله. على العكس، احنا شقد ما نثبت بوجودنا وبقيمنا وبالاشياء اللي احنا اتربينا عليها في هذه الدول في دول المهجر، الانسان الغربي راح يحترمنا. يعني لاحظت هذه النقطه في الغرب، يحترمون الانسان الملتزم بقيمه، ما يحترمون الشخص الهزيل اللي يجي يريد يلبس اللي يلبسوه أو يأكل اللي يأكله أو يتحدث بطرقهم. النقطة الأخيرة هي أنه كيف نقدر نوصل للناس اللي موجودين في دول المهجر أهمية التبادل الثقافي. نقطة رائعة وموضوع مهم، قبل يومين نتحدث أنا والدكتور عصام حول موضوعة التبادل الثقافي، مفردة جميلة جدا في إيصال ما نحمله إلى الدول اللي إحنا موجودين بها. هذه بعض الإضافات اللي ردت أضيفها في نهاية المحور الرابع، وأستسمحكم عذراً إذا بدر من عندي أي شيء أو أطلت أو كنت. أستاذ علي العفو العفو. نعم. دكتور عمر الشايب موجود. نعم. من يتفضل. مصر. يتفضل، إحنا ننتظر صار أكثر من 20 دقيقة دكتور عمر الشايب، تتفضل. ودي يسوي لنا فلافل فول مدمس. يتفضل دكتور عمر. هو هو مختص، أعتقد مختص في الغذائية والتغذية. نعم. دكتور عمر إلك المايك، إلك المايك 10 دقائق، تتفضل مشكور مقدما. السلام عليكم. الأول بعتذر عن التأخير لظروف بس العمل وظروف الإنترنت، أنا بقالي حوالي 3 ساعة بدخل 20 دقيقة. يعني أكيد حضراتكم استفدتوا في الموضوع بما فيه الكفاية، لكن أنا كنت بس هنبه على كام حاجة كده أو أنوه يعني تنويه بسيط، إن دور الإعلام بس مش هتبقى. أستاذ عبد الجليل رجاءً أغلق المايك. تفضل تفضل. فيسبوك أو التويتر أو برضو عن طريق الصحف والمحتوى اللي بيقدمه، لأن المعرفة بيساهم أيضاً في بناء في تشكيل رؤية الفرد والمجتمع تجاه قضايا مجتمعية والقدرة على تحليلها واستيعابها لاتخاذ السلوك المناسب حول هذه القضايا. فرسائل الإعلام أيضا قادرة على تغيير سلوك وأنماط المجتمع، بيأثر شكل تأثير وسائل الإعلام في بعض الأحيان قويا جدا وقادر على نشر نمط سلوك ثقافي واجتماعي ينتهج الفرد أو المجتمع في بعض الأحيان، ويكون تأثير الإعلام أقل تأثير المجتمع ووسائل الإعلام فيما يعرف حاجة مع اتجاه أفكاره هو بيروح ليها. فيما يسمى بالإيه؟ التعرض الانتقائي. طيب في بيؤكد ان وسائل الاعلام بتكون فاشله دايما في توجيه الجماهير
يبدو الانترنت ضعيف عنده. زي بيفكرون كيف يفكرون كانوا فيه. فمبدأ التفكير منهم ان كل ما بياخد اي حاجة من العالم ويشوف دور الفرد فينا والبناء الفكر الخاص فيه والبناء المجتمعي كمان. يعني خلينا نقول على بعض دكتور عمر الشايب الصوت غير واضح للإعلام. دكتور عمر الصوت ابدا غير واضح. اليوم غريبه دكتور عمر. دكتور عمر نرجو المعذره. اول حاجه الاعلام بيكون ايه دي اول حاجه. خلينا اعتقد ان الاعلام العربي على قدر الكامل لان كل متخصص في المجال. يعني الصوت عندي سمعيني؟ ابدا ابدا غير واضح الصوت متقطع الصوره ايضا تقطع. حاول انه تغير مكانك واذا بعدين تكمل مداخلتك. دكتور عصام انا اشكر الاساتذه اللي كانوا معي في المحور الرابع المستشار سالم الكعبي والمستشاره القانونيه تهاني العبيدلي والدكتور عمر الشايب والاستاذه سحر الاصيل والدكتورة نيجار من السويد. أترك إدارة الجلسة للدكتور عصام. ألف شكر عين أستاذ علي وألف شكر الدكتورة محجوبة وألف شكر للجميع الحضور. دكتور زهير. دكتور زهير هو بطل الفيلم البارحة اللي أبدع كان الحضور ثلاثة أضعاف الموجودين. وشكر جزيل الجميع خصوصا اللي ما نعرفهم. يعني الوجوه اللي من بنغلاديش اللي من أفريقيا إضافة للأخوة والأخوات من العراق من هولندا من أفريقيا. أنا فاتني دكتور عصام متأسف جدا يعني بعد ما رحبنا بالجميع أنا فاتني أنه أرحب بالأخي وعزيزي أستاذ علاء الزيدي البارحة حضر ويانا واليوم أيضا. وين خل نسمع من عنده شيء. والله أنا طلبت من عنده بس أعتقد هو في مكان يعني عنده ضيوف فقال أنا مستمع ومستفيد جدا من ندوة يوم أمس واليوم. يلا تحياتنا. وصل تحياتي للجميع. بس نريد نسمع دكتور نجيب ودكتور نصير من بنغلاديش. دكتور نجيب لازم نسمع صوتك من ماليزيا. دكتور نصير موجود أستاذ. منو؟ أستاذ دكتور نصير موجود. تفضل تفضل دكتور نصير. بارك الله. يلا كلمة من بنغلاديش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور محمد نصير الدين الأستاذ المساعد في قسم العربية جامعة دكة بنغلاديش. بارك الله فيك يا دكتورة عصام البدري على هذه الندوة القيمة. وشكرا جزيلا للأستاذة محجوبة العينة رئيسة مكتبة المملكة المغربية لاتحاد الأكاديميين والعلماء العرب المغرب وكذلك لجميع الحاضرين. فقط المغرب العربي. المغرب العربي وكذلك لجميع الحاضرين. نعم الكبير. في هذه الندوة جودة الإعلام العربي في بلاد المهجر. أنا مسرور جدا بأني معكم. شكرا جزيلا للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله. حياك الله. وفي الأخير أنا أقول أمة عربية واحدة وكذلك أمة مسلمة أيضا واحدة.
مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. نحن كذلك مسؤولون بك. تعرفون دكتور عصام؟ دكتور عصام نعم. أي ندوة أكون فيها يدخل عندي في الفيسبوك وفي الواتساب يقول لي اللينك دكتورة. أرجوك دائما معي في أي ندوة. أشكرك جزيل الشكر دكتور ناصر من بنغلاديش على تواجدك مع في كويتي أكون فيها، ودائما أدعوك ودائما أنت مدعو في كل ندواتنا. شكرا جزيلا لك. يلا حتى نضيفها للمنصه مالتنا. كان اظن ان لنا وقت لكن هو ضيفي انا، وانا كفيله ان واستسمحكم اذا تدخلت في وقت غير وقتي، ولكن هو ضيف اعزه وله مكانه كبيره عندي. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. شوف بارك الله فيك دكتور نصير. تحيات. شكرا جميلا للجميع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دكتور نجيب. دكتور نجيب من ماليزيا تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسمعني دكتور عصام. شويه صوت ضعيف. شويه ما اعرف اكو مشكله هنا دائما بالصوت. مو بعيد بعيده كوالالمبور. بعيده بس انتم قريبين بالقلب كلكم. الله يحفظك. كلكم بالقلب قريبين. الله يحفظك. شكرا جزيلا على هاي الندوة يعني مال امس واليوم. الحقيقة شكرا جزيلا لإدارتها وشكرا لك دكتور عصام وكل الاخوات والاخوان اللي سواء بإدارة الندوة او باللي شاركوا بها. انا عندي بس ملاحظة واحدة إذا تسمحوا لي. أنا ما أخذها من جانب أكاديمي أكثر من ما هو جانب مثل ما تفضلتوا به. يعني كثير من الأمور انطرحت بهاي الندوة أمس واليوم، كثير من النقاط الجيدة، كثير من النقاط الجوهرية بالإعلام بالمهجر وشون نتجاوزها وشون نطورها، يعني كثير. يعني أنا أقول ليش هاي الجهود تروح هيك؟ يعني كل اللي قدموه الاخوان، كل اللي الاخوات، كل المختصين، الافكار الجيده الحلوه. يعني هسه هاي الندوه صارت صح، وبعدين راح صارت باليوتيوب او بالفيس، وبعدين بعد في يومين ثلاثه راح الافكار يعني مو نقول تروح، بس ليش ما نستثمر هاي ونسويها على شكل بحوث، ورقه بحثيه، ورقه بحثيه تقدم اما في يصير مؤتمر او يصير فد مؤتمر يشاركون به باي مؤتمر قريب عن الاعلام في المهجر او شيء. هاي الاوراق البحثيه تكون من تنشر في مجلات معينه محكمه، في مجلات اعلاميه. هاي الافكار ممكن الاستفاده منها. يعني ليش احنا هسه انطرحت باللقاءين هذا اليوم وافكار كلش جيده وافكار حلوه في تطوير الاعلام، بس راح تروح. يعني أنا برأيي شخصي راح تروح هاي. ليش ما نستثمرها في يعني نصير عن طريق الدكتور عصام عن طريق يعني نستغلها إنه يقدمون أوراق بحثية كل الأشخاص اللي شاركوا على شكل ورقة بحثية، وممكن بعض الأكاديميين الأخوة اللي موجودين تنسق هاي الأوراق البحثية بشكل بحث علمي، وممكن الاستفادة منها ينشر في مجلات عالمية، ينشر في حتى يستفادون، لأنه جهد يعني رائع من الأخوات والأخوان اللي شاركوا والأفكار اللي طرحوها. فخلي نستغلها. يعني لنكون بس لقاء. لا دكتور نجيب موجود الموقع يعني. وراح ننشر تباعا البحوث على الموقع إن شاء الله. هاي بس حبيت، وأنا أشكركم جدا على هذا اللقاء وبارك الله بكم، وإن شاء الله إلى تألق قادم دائما. ممنون شكرا جزيلا، واشكر الجميع على حضوركم. شنو استاذ حسن عندك كلمه؟ ها دكتور جمال عندك كلمه. احنا قلنا اليوم نؤكد. نعم ممكن. تفضل يا حبيبي دكتور جمال. الله يبارك فيكم. اولا شكرا لاداره الملتقى هذا اليوم الاستاذ علي الدفاعي والاخت التي سبقته، شكرا جزيلا. لكن لي تعقيب فقط على قضيه الحريه. لا يختلف عاقلان أن هامش الحرية هنا في الغرب أكثر منه في الشرق،
هذا أمر مفروغ منه يعني. ولا نتذكر جميعا يعني رغم تفاوتنا في العمر أن كثيرا من أخبارنا منذ 40 عاما كنا نستقيها من إذاعتي لندن ومونتي كارلو، أخبار بلدنا. ألو، ألو، ألو. نعم دكتور جمال. نعم دكتور. نسمعك. نسمعك. نعم. نسمعك دكتور جمال. أقول كثيرا من أخبار بلداننا ونحن شباب في العشرينيات كنا نسمعها من إذاعتي لندن ومونتي كارلو، وأخبار من داخل بلدنا ونحن لا تأتي بها محطاتنا الإذاعية أو التلفزة آنذاك. إذن أقول أن هامش الحرية هنا واضح أنه أكثر، لكن هناك في حدود الحريات، في حدود. نحن نريد لمثل هذا الملتقى إن شاء الله ومثل هذه الشبكات الاجتماعية أن تكون كما يعني كنا نحن صغارا وننتظر أخبار لندن وأخبار مونتي كارلو، أن تكون هذه الشبكة إن شاء الله نواة لعمل متطور ومتجدد إن شاء الله، وفيه من الحرية ما يسمح لنا أن نقول ما نقول دون أن يلاحقنا أحد أو يتابعنا أحد أو يعتقلنا أحد. نحن نعرف أن في بلداننا أنه من يضع لايك على شيء يخالف نظام الحكم يعتقل، وهذا أمر يعني ما في أسوأ منه. إذن الحرية أولا، والحرية ثانيا، والحرية عاشرا، ثم المصداقية طبعا والمهنية. وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا وتحياتي للجميع. شكرا عين دكتور جمال. وبالمناسبة الموقع الشبكة مباشر اللي نصدره يوميا على يعني على الشبكة العنكبوتية بابها مفتوح للجميع، والإيميل أنا كتبته موجود تقدرون تلاحظوه info.com. فأي مقالة أي بحث حاضرين للنشر، وقناتنا موجودة لأي فيديو تحبون أن تنشروه حاضرين على الإيميل، ورقمي موجود التليفون. والأخوة أستاذ علي، دكتورة محجوبة، دكتور زهير، كل دكتورة سناء، كلنا موجودين. بارك الله فيكم. فشكرا جزيلا للجميع. بارك الله فيك. الله يحفظكم. السلام يا دكتور عصام. تسلم. أنا أشكر لك يا دكتور عصام، حياكم الله. الله يحفظك الحسن. دكتور جمال. إذا اسمعونني. هل ستنتهي الندوة مع الدكتور؟ ليش عندك ملاحظة؟ لا ممتاز ما شاء الله. أنا بس كان المايك مغلق وسعادتك يعني بتلفت أو بتذكر اسمي، لكن إذا كان الندوة سوف تختم فأولا أشيد بالشكر، والأولا نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الجهد الرائع، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن كان من صيغة حمد لهذه الندوة فنقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. شبكة السفراء هي مشروع وليد وحديث، وكذلك المنظمة رغم أن المنظمة يعني أقدم، ولكن أن يكون المشروع وليدا حديثا وله هذا التواجد وهذا القبول فهذا في حد ذاته إنجاز نحمد الله عليه، هذا أولا. ثانيا لابد أن ننتبه إلى لحظات تعثر المشروع عند الميلاد، يعني نسميها لحظات الميلاد. فالذين يعني الأخوة الأفاضل الذين ذكروا السلبيات والمعوقات، علينا دائما أن نذكر ثلاثة مصطلحات. أن شبكة سفراء الجودة اسم الشعار الذي تحمله مجلة العائلة العربية بالمهجر، رسالتها استدامة جودة الحياة. البرنامج الأساسي لها التبادل الثقافي، هي قوامها وأساس حضارتها اللغة العربية المعبرة. وإلا فإذا كنا نتحدث عن الإعلام، أي إعلام نحمله وأي حضارة ننتمي إليها؟ اليوم الدكتور عصام البدري يحمل على عاتقه عبئين ثقيلين. العبء الأول هو أمانة الوفاء لوطنه الجديد، ونحسب
أن الموجودين كلهم نبلاء. يعني أنت عندما تقسم اخترت اختيارا المواطنة الجديدة، وهذه لها استحقاقات. والعرب من شيمتهم أنهم أوفى الناس، أو يجب أن يكونوا هكذا، لأنهم أمة ينتموا إلى أمة ينتمون إلى إمام النبلاء الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فعندما يحملون جوازات وبسبورات دول أخرى يعني ترغب وتعطيهم الجنسية، فهذا في حد ذاته يحملهم التزامات لا ينبغي أن نتجاهلها أو نجهلها عندما نطرح أي مشروع. النهاردة الدكتور عصام أن يجمع بين الالتزام الأخلاقي مع العراق وشجونه وآلامه، وبين الالتزامات والاستحقاقات الأخلاقية التي تفرضها عليه وطنه الجديد في بلجيكا، فالموازنة بين هذين الأمرين أو هذين الالتزامين يجب عندما أن نطرح كل مشروع إعلامي أو فكري أو تربوي أن يدور في هذا النسق، الالتزام بين الاستحقاق مع الوطن الأم والوطن الجديد، جودة الإعلام في الإعلام في الإعلام العربي في بلاد المهجر يجب أن يكون لها رسالة واضحة تسير في هذا النسق. شكرا جزيلا، وأعيد وأكرر الشكر الجزيل للدكتورة محجوبة الزميلة الفاضلة الباحثة العلمية المرموقة، وباقي القامات الذين يعني هم أغنياء عن التعريف بهم. أختم بكلمة ورجاء وأمل للدكتور عصام، أقول والسادة، أي مشروع يخلو من البحث العلمي أو لا يقوم على البحث العلمي ويسمونه الـ R&D الريسيرش والتطوير، فأعتقد أن هذه ثغرة كبيرة يجب أن ننتبه إليها. البحث العلمي هو قوام أي مشروع ناجح، واللغة العربية هي جوهر ومضمون والشعار الحقيقي الذي يجب أن يكون معبرا عن هذه عن الوجهة الحضارية للمشروع. اللغة العربية والبحث العلمي هما ما أتمنى أن نوليهما اهتماما كبير. شكرا لكم. ممنون للكل. هسه حان وداع اللقاء، وإن شاء الله بالشبكة مباشر نصدر يعني الخلاصة لمقررات هذه الندوة، وممنونين، وإن شاء الله نصدر جدول لدورات اقترحوا به بعض الأساتذة بيعطاها للجميع. فإن شاء الله تابعونا خلال الشبكة مباشرة على التفاصيل. شكرا جزيلا. دكتور عصام. نعم دكتور محجوبة. أريد أن أشكر بدورك ما شكرني دكتور الحسن الخليفة عثمان، قد التقيته في مؤتمر في تركيا، والآن أراه سبحان الله تذكرته الآن، هو دائما خطيبا مفوها. أشكره جزيل الشكر على كلمتي الطيبة في حقكم وفي حقنا وفي حق الشبكة وفي حق المنظمة. شكرا جزيلا للجميع، أشكركم جزيل الشكر من المملكة المغربية. أدعوكم لمؤتمر إن شاء الله في الاتحاد الأكاديمي للعلوم. شكرا دكتورة محبوبة. شكرا دكتورة محبوبة. هذا المنبر إلى المشاركة في المؤتمر الدولي الذي سيشارك فيه العديد من الجامعات العالمية الدولية، وسيشارك في الوزراء وسيشارك فيه شخصيات كبيرة جدا. ندعوكم إلى المشاركة في المؤتمر، سنرسل لكم الإعلان وسنرسل لكم الأرضية التي تضم المحاور. كذلك أرجو أن تنبوا الدعوة، هذه دعوة لجميع العلماء وجميع الأكاديميين وجميع الصحفيين وجميع القامات العربية التي نعتز بها في وطننا العربي الإسلامي. وأشكر دكتور عصام على دعوتك لي، وأشكر كل من أسهم من قريب أو بعيد في نجاح هذه الندوة، وأشكر زميلتي وصديقتي دكتورة نجوى الزوبي، جميع الزملاء، الدكتور
سناء، الدكتور علي، الدكتور زهير، والدكتور جمال، والدكتورة منال، والدكتور ناصر، وكل والدكتور غزوان، وكل من أسهم في نجاح هذه الندوة المباركة. إلى اللقاء في ندوات أخرى. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. دكتور زهير شكر جزيل، دكتورة سناء، أستاذ علي الدفاعي، وجميع شكرا دكتور، شكرا دكتور، أمس واليوم شكرا دكتور عصام، شكرا يا دكتور عصام، شكرا عليكم، يلا شكرا على شكرا على الندوة الجميلة، شكرا دكتور سناء، يلا مع السلامة، شكرا دكتور عصام.